بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وبرنامجهم الاستوديو التحليلي، وحلقه جديده ومباراه مهمه جدا 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 بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، وهي المؤجله من الاسبوع الرابع للدوري الممتاز. قبل ما نتكلم على الماتش، عارفين حضراتكم ان النهارده كانت قرعه النسخه الجديده من بطوله دوري ابطال افريقيا، اللي النادي الاهلي بنفكركم تاني بيملك فيها عدد مرات الفوز 10 بطولات، رقم قياسي بفارق شاسع عن اقرب منافسيه وهو نادي الزمالك اللي حقق 5 بطولات فقط. نتائج القرعه كالتالي: المجموعه الاولى فيتا كلاب الكونغولي، شبيبه القبائل الجزائري، بترو اتليتيكو الانجولي، والوداد المغربي. المجموعه الثانيه قطن الكاميروني، الهلال السوداني، سان داونز الجنوب افريقي، والنادي الاهلي. المجموعه دي فيها فرقتين، سان داونز والهلال، زي ما يكون كده مثلا ايه مكتوبين على البطاقه معانا، يعني سان داونز ثالث مره او رابع مره، والهلال ثالث مره برضه، ربنا يكرمنا ان شاء الله. المجموعه الثالثه فايبرز الاوغندي، سيمبا التنزاني، هوريا كونيكري الغيني، والرجاء المغربي. المجموعه الرابعه المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، زمالك المصري، والترجي التونسي. طبعا نقول لحضراتكم مشوار النادي الاهلي في دور المجموعات هيبدا بمواجهه القطن الكاميروني في القاهره ان شاء الله يوم 10 او 11 فبراير، بعدين نخرج بره لملاقات الهلال السوداني بالسودان يوم 17 او 18 فبراير، بعدها العوده مره اخرى للقاهره ومواجهه سان داونز احد ايام 24 او 25 فبراير، وبعدين مرحله بقى العوده هنروح لسان داونز في جنوب افريقيا احد ايام 6 او 7 مارس، ثم القطن الكاميروني في الكاميرون احد ايام 17 و 18 مارس، وبعدين نختتم المواجهات يوم 31 مارس او 1 ابريل في القاهره باذن الله. ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي بمزيد من الجهد والعرق ومساندة جمهورنا العظيم بإذن الله نحقق اللقب رقم 11، لأن حضراتكم فاكرين اللقب اللي فات اتخطف مننا ازاي. لا مش عايزين نتكلم فيها، خلاص حاجة وعدت وراحت، وخلاص راحت لإخواننا المغاربة مش بعيد عننا. المهم قبل ما اروح لماتش النهاردة، أكيد كلنا تابعنا وشفنا إعادة امبارح لمؤتمرات النادي الأهلي بتاعت الرعاية. هتقول لي إعادة؟ هقول لك إعادة، يعني هو نفس التنظيم، نفس الكلام، نفس الاحترام بين الجميع، بين النادي الأهلي والمعلنين، قمة في الفرح لارتباط اسمهم باسم النادي الأهلي، فعلا ينطبق على الموضوع ده. يا بخت من ارتبط اسمه بالنادي الأهلي. أيوة ده حال المعلنين، هم بيقولوا، على فكرة هم اللي بيقولوا، وده حالنا احنا، احنا أهلوية فرحانين بانتماء المعلنين للأهلي اللي بيزيد اي حد فخر. شفنا المسؤولين في جي ال سي، شركه فرحان، شركه لبنانيه بالشراكه مع الاهلي، شفنا الراجل قال لك انا ما كانش ليا في الكوره خالص، ما كنتش اعرف لا اهلي ولا غير الاهلي ولا حد خالص، لكن لما بصيت على النادي الاهلي وشفت النادي الاهلي، حب جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه اجبرتني على متابعه الكوره وتشجيع النادي الاهلي. ده الراجل بيقول من بقه كده، اعلن امبارح كده. هو في كده؟ اه في كده مع النادي الاهلي، في كده واكتر من كده. انا ما بقللش من اي نادي من اي نادي اخر، ولكن النادي الاهلي اللي عايز اعرفه لحضراتكم، واحنا عارفين وهم عارفين، في حته تانية خالص. البعض ساعات بيعقد مقارنات ملهاش اي لازمه، هو بس عايز يحسسك ان في ايه حد قريب من النادي الاهلي، لكن لا، المسافات بعيده جدا 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 جدا. شهره ناديك من المقارنه دي مقارنه ظالمه، مقارنه ظالمه، لان في فرق زمني كبير جدا 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 بين النادي الاهلي واي نادي تاني. ده الواقع اللي احنا لازم نعيش فيه. هتقولي انت بتقول كلامه خلاص، لا انا ما بقولش كلامه خلاص، دي ارقام احصائيات كمان، مش انا اللي بقولها، حتى المتابعين والدراسات اللي اتعملت. يعني في مقوله مشهوره بيقولها كمان اللي ما بينتميش للاهلي قبل اللي بينتمي للاهلي، ان النادي الاهلي هو سر سعاده المصريين في الرياضه. ايوه
سر سعادة المصريين في الرياضة، الرياضة المصرية، هو النادي الأهلي. لأن النادي الأهلي منظومة محترفة على حق، منظومة محترفة على حق تخليك كأنك عايش في أوروبا مش في إفريقيا. أتمنى أتمنى إن بعض المسؤولين عندنا وهتكلم فيها بعد كده يتعلموا، تعلم من أخطائك وتعلم من اللي أحسن منك، تعلم من أخطائك وتتعلم من اللي أحسن منك، حتى لو أصغر منك، حتى لو أقل منك. إنما كل واحد في منظومة النادي الأهلي عارف دوره كويس قوي، حريص على مصلحة وطنه في الأول ثم مصلحة ناديه، بيتكلم في اللي يخصه بس، لا بيجرح ولا بيهين ولا بيقلل من الآخرين. بمناسبة التقليل من الآخرين، نقف بس هنا شوية لأن أنا عايز أتكلم أقل من دقيقة. في على مواقع السوشيال ميديا صفحة باسمي أو عدة صفحات باسمي بتسيء لبعض الجماهير، بتسيء لبعض الأندية. مش أولا الصفحة لا تمت لي بصلة، وقلت الكلام ده قبل كده وعملت محضرين قبل كده، الصفحة لا تمت لي بصلة. أنا مش من نوعية الناس اللي بحق يعني أغلط في حد، مش بتاعتي خالص خالص. ممكن أنتقد، ممكن يبقى عندي جرأة بعض الشيء في النقد، بس ما يبقاش نقد جارح، ما يبقاش نقد، ممكن يبقى نقد لازع شوية، إنما ما يبقاش نقد جارح، ما بقاش فيه نقد أسيء فيه بلفظ لأي حد تاني أنا مختلف معاه، لا مش بتاعتي خالص. فأنا بحذر من وجود الصفحة دي. الصفحة دي يا جماعة مش بتاعتي خالص، وأنا ما بسيقش لأي حد. لو عايز أنتقد هنتقد هنا، لو عايز أتكلم بصراحة هتكلم هنا، مش محتاج أي صفحات بره. طيب نرجع تاني للمؤتمر. شفنا الرقي في التعامل، شفنا كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، شفنا بداية الكلام في المؤتمر. بداية الكلام في المؤتمر يا كابتن محمود كانت قاسية شوية، بس هو قال الحقيقة في البداية. قدم التهنئة لشعب المغرب الشقيق ومنتخب المغرب على الصعود لنصف نهائي المونديال، وكمان قدم التهنئة لقطر على التنظيم الرائع وانهم عاملين حسابهم لأي شيء ممكن يحصل. كابتن عشان حريص على وطنه ومصلحة الرياضة المصرية قال جملة احنا بنقولها بس الناس ما بتاخدش بالها منها، لازم نستفيد من اللي احنا شايفينه قدامنا ده، في دروس كتير مستفادة من اللي بيعمله المغرب، لازم احنا نستفيد منه. المغرب فرحتنا، المغرب فرحتنا كعرب وزعلتنا على حالنا. الدرس لازم نتعلمه، لازم يكون عندنا إعادة هيكلة من أجل مصلحة الرياضة المصرية والكرة المصرية بصفة خاصة. لازم نعيد حساباتنا في أمور عديدة بالمنظومة الرياضية، لازم يكون كل ده دافع لينا لأن مصر كبيرة جدا. ده كلام الكابتن محمود الخطيب، وقال كمان تستحق مكانة رياضية أفضل من اللي هي فيه دلوقتي، خاصة إن الدولة ومؤسساتها الوطنية بتعمل وتساند وتدعم بقوة ولا تتأخر أبدا عن أي شيء للرياضة والرياضيين. كل ده عشان خاطر إيه؟ رفعة وطننا الغالي مصر. أنا عايز أقف بس هنا لحظات، هتكلم على منتخب المغرب وهتكلم على التاريخ المشرف اللي هم بيصنعوه وهتكلم على حاجات كتير، بس إحنا فين؟ إحنا تاريخنا مشرف جدا، إحنا أول من صعد لكأس العالم من إفريقيا، لكن إحنا عايزين إيه؟ إحنا محتاجين إيه؟ إحنا محتاجين حد، مش مجهود بس، مش محتاجين بذل مجهود أو بذل مزيد من الجهد من أجل لا لا لا، إحنا محتاجين حد يحب بلده، يشتغل عشان يحب بلده، يشتغل عشان ما بيحبش كرسيه بس، مش عشان يحافظ على كرسيه بس، مش عشان يجامل، مش عشان هي المصالح بس هي اللي بتحكم. احنا مش محتاجين ده، احنا محتاجين مسؤولين تحب بلدها. بمناسبة المسؤولين اللي بيحبوا بلدهم، وجهة نظر يعني وجهة نظر مواطن عادي، المسؤول لما يبقى قاعد في منصب في مسؤولية كبيرة يتحاسب عليها بعد كده لو قصر في حق بلده، لو اتحاسب هنبقى في حتة تانية. المسؤول ده لو قصر، لو متعمد التقصير ما يتحاسبش بس،
احنا عندنا المسؤول يتحاسب ازاي لما بيأثر ويبقى الضغط عليه شديد ولا حاجه، يقول لك طب خلاص اقاله كذا. لا، المفروض ما تبقاش اقاله. عارفين يعني ايه مسؤول اثر في حق وطنه؟ يعني جريمه. مش يتحاسب وبس، مش يقال وبس، لا ده يتحاكم. لو بدانا كده هنبقى في حته ثانيه خالص، هنقرب من اللي عمله المغرب. علشان كده يا من تتولون مسؤوليه الرياضه وخصوصا الكره المصريه، قوموا بدوركم بس. بلاش مجاملات، بلاش مجاملات على حساب مصلحه الوطن. المصلحه العامه مصلحه الوطن نمره واحد. اه يا سيدي حافظ على كرسيك، بس اشتغل، اشتغل في الاول عشان مصلحه البلد. اي مسؤول في اي مكان لازم يعمل كده. ما تجاملش نادي على حساب ولا شخص على حساب اي حد تاني على حساب بلدك. حتى لو انا بنتمي للنادي الاهلي، ما تجاملش النادي الاهلي على حساب بلدك. ما تجاملش اي نادي على حساب بلدك، ما تجاملش اي شخص على حساب بلدك. احنا ايه اللي بيحكمنا في الاختيارات؟ لو انتوا بصوا كده حضراتكم، ايه اللي بيحكمنا في الاختيارات؟ المصلحه والمجاملات. عشان كده لو فضلنا بالشكل ده مش هنتقدم. لان كل مسؤول هيراعي حته المصلحه والمجاملات هو كده غير امين على مصلحه الوطن. لما تجامل شخص على حساب مصلحه الوطن، لا تبقى مقصر. تبقى مش الواجب انك تتحاسب، لا الواجب انك تتحاكم. لازم كده، لازم الحساب يكون كده. اللي بيعمله منتخب المغرب زي ما بقول لحضراتكم فخر، فخر للعرب. مفيش بعد كده. يعني احنا كنا بنقول ايه، والطموح عندنا غريب جدا. يعني احنا الطموح بنقول ايه مثلا قبل البطوله؟ لو الفرق العربيه اتاهلت للدور الثاني يا تبقى حاجه جميله جدا. وليه ما تاخدش كاس العالم؟ وليه ما يبقاش الطموح كده زي ما عامل منتخب المغرب؟ المنتخب المغرب عامل حاله في افريقيا وفي الوطن العربي وفي العالم كله. وليه ما بصش على كاس العالم؟ اللي يمكن الاستوديو اللي فات انا قلت كان عندهم ماتش ضد البرتغال، بس عندي امل وكبير جدا جدا وتفاؤل ان المغرب هيكسب، وقد كان. عندهم ماتش صعب جدا مع منتخب فرنسا بطل العالم، وليه ما يكسبش؟ ليه؟ عنده الادوات، عنده الطموح، عنده الروح العاليه، عنده حب الوطن، عنده حب الوطن. عجبني قوي 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 لعيبه المغرب ومدربهم الرجراجي لما بعد الماتش بيروحوا لامهاتهم في الملعب. حاجه يعني مش هتكلم كتير عن بر الوالدين لان احنا كلنا عارفينها، انما عجبني قوي 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 المنظر ده قوي. في دروس مستفاده كتير من اللي حصل لفرقه المغرب. فرقه المغرب بتدينا دروس كتير قوي 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 قوي. ولكن فرقه المغرب زي ما عملت حاجات كتير في كاس العالم فرحتنا، انما للاسف عرت ناس كتير قدامنا. كمان خلاص نخش بقى على حاجه تانية. كمان في موضوع شاغل البعض ممن لا ينتمي للنادي الاهلي. في لعيب محترف مشي في نادي منافس. طبعا مشي زي ما حضراتكم عارفين، بيتقال ان هو هيرجع الفلوس وحاله نفسيه وما قدرش يتاقلم والجمهور شدد عليه شويه. طيب هيرجع الفلوس، طب اكيد في وكلاء في النص، دول مش هيرجعوا فلوس طبعا، لان دول بيبقى ليهم نسب في استقدام اي لاعب. ده شيء طبيعي. زي ما قلنا ممكن يكون الرحيل الله اعلم لاسباب فنيه، هم قالوا نفسيه، ماشي نفسيه يعني. انما ده اللي اعلن عنه. لكن اللي انا عايز اقوله بقى، وانا ماليش دعوه اللعيب مشي اللعيب قعد، مش بتاعتنا. من اول ما اللعيب ده مشي وجماهير المنافس والاعلاميين بتوع المنافس والتابعين للنادي المنافس، ما هو الراجل مشي فهيسيبك كده؟ لا، مشوا لنا في اليومين الثلاثه دول بتاع اربع خمس لعيب. اللي يقول لك اللي رايح اعاره، واللي بيع نهائي زي مصطفى ميسي وعمار حمدي وقفشه وحسين الشحات، اتكلم على اربع خمس لعيب. كل اللعيبه دي مشوها. وبعدين الغريبه جدا يقول لك ايه؟ ده حصل ان الراجل قعد مع كذا وقال له انا مش عايز اللعيبه دي، قعد مع مسؤول. طب انت سعادتك عرفت منين؟ ما هو يا اما قال لك الراجل اللي هو المدير الفني يا المسؤول ده. ودي مش موجوده عندنا في النادي الاهلي، دي مش موجوده عندنا في النادي الاهلي. طيب هل اي مسؤول قعد مع اي لعيب
وقال له انت هتطلع بره ولا هتمشي ولا مش هنجدد لك ولا حاجه حصلت لحد دلوقتي. ما بيحصلش كده في النادي الاهلي خالص دلوقتي خالص. ولما يحصل النادي الاهلي بيعلن او المسؤولين بيعلنوا. ما هم بيعملوا كده ليه؟ عشان يداري على فشل حصل عنده، على مشيان لعيب عنده ما كملش 3 شهور واخد فلوسه بالدولار يعني بالعمله الصعبه، وكلف النادي في ال3 شهور دول اقامه ومصروفاته ووكلاء داخلين ووكلاء طالعين وقابضين كل ده، ما نعرفش حقيقه رحيله ايه، مالناش دعوه برضه. احنا مالنا؟ مالناش دعوه، لكن بلاش تحط اسم النادي الاهلي في اي موضوع. لما تيجي تتكلم ما تحطش اسم النادي الاهلي في اي موضوع، لان الاهلي بعيد عن الحاجات دي خالص. الاهلي كبير، الاهلي ما عندوش الكلام ده خالص ولا بيتدخل حتى في شؤون اي حد. انما هو فاكر ان هو لما يتكلم على النادي الاهلي هيداري كل شيء عنده، هيداري فشل عنده، لان هو عارف قبل ما يتكلم ان النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في حته ثانيه خالص. فلما هيتكلموا عليه الكل هينشغل باللي يتقال على النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي، وينسى ناديه وينسى اللي موجود وينسى الفشل، لانه عارف ان الكبير هو دايما اللي بيشد، هو اللي بيجذب، هو عارف ان النادي الاهلي كبير، عشان كده هما بيكلموا بالاسلوب ده. ولكن ده مش موجود في النادي الاهلي. بالمناسبه بقى، الزملاء الاعلاميين سواء اعلام مرئي او اعلام مسموع، حضراتكم فين من اللعيب المحترف اللي كان ليه شهر ما بيجيش النادي وزعلان وقاعد في البيت علشان الهجوم اللي عليه من الجماهير؟ الاعلام ما سمعش عن القصه دي؟ ما سمعش؟ ولا مركزين ان فلان لعب في الاهلي وفلان قاعد احتياطي وفلان زعلان ورامي طالع والشناوي نازل وقفشه مش عارف ماله ده لعيب بقاله شهر ما بيجيش التمرين وزعلان وعنده مشكله. طب تخيل لو الازمه دي في النادي الاهلي كان حصل ايه؟ كان زمان البرامج شغاله، تحليل وتقطيع، ويطلع لك خبير نفسي وخبير استراتيجي وخبير مطبخ، وعلقنا المشانق للعيب والمسؤولين وغيرهم، يقول لك النادي الاهلي بيحصل فيه كذا، ده النادي الاهلي. ولا في حاجه من الحاجات دي، محدش اتكلم خالص ولا احنا اتكلمنا. انا بتكلم دلوقتي عشان هم عايزين يجروا النادي الاهلي في الحته دي، عايزين يجروا النادي الاهلي في الحته دي، يقول لك النادي الاهلي ابتدى بقى يتكلم عن لعيبه النادي الاهلي مش عايزها. النادي الاهلي لما يبقى عايز يمشي لعيب هيطلع يقول الراجل ده مش هيكمل، الراجل ده جاي له عرض، الراجل ده هيطلع عار. انت فين حضرتك يا اعلام اللي حصل الشهر اللي فات؟ ما بتتكلمش. اعلام مرئي ما بيتكلمش، اعلام مسموع ما بيتكلمش، اعلام مقروء ما بيتكلمش. هو فين حضراتكم؟ حضراتكم بس بتطلعوا كده مره واحده لما تبقوا عايزين تعملوا حاجه جوه النادي الاهلي، عايزين تقولوا حاجه على النادي الاهلي. والغريبه اللي انا مش فاهمه، يعني هل في ناس بتمشي ورا الكلام ده؟ يعني لما يقول لك ايه ان مستر كولر مثلا قعد مع رامي ربيعه او قعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ او قعد مع لجنه الكوره اللي هي اللجنه المسؤوله، يعني اللي هي الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا نصر والكابتن محمود الخطيب، ما هو انت عرفت مين؟ انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ واحد منهم قال لك، والكلام ده مش موجود في النادي الاهلي. هو بس اي كلام وخلاص، انت عايز تعمل بلبله وخلاص، او عايز تعمل نسبه مشاهده، او عايز تعمل يعني حاجه غريبه يتقال عليها كلام كتير جدا 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 انت كنت سبب فيه عشان ارتباط الكلام دوت بالنادي الاهلي. يا جماعه، اخواننا الاعلاميين راعوا ضميركم في اللي انتوا بتقولوه، راعوا ضميركم في اللي انتوا بتكتبوه. موضوع كمان مهم جدا حابب اتكلم فيه بقى دلوقتي قبل ما نتكلم فيه في التحليل بتاعنا. كلاتنبرج المسؤول عن الحكام دلوقتي، ده راجل جاي يحسن المنظومه، عمل فيديو شرح فيه بعض الحالات التحكيميه وتقييمه لها. الراجل كالعاده، الراجل لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي، الراجل جاي
علشان يصلح منظومه. اتعجب من قرارات الحكام ماتش الاهلي وغزل المحله. اتعجب. على فكره كمان انا عايز اقول لحضراتكم حاجه. بعض القرارات دي من اللي حصلت السنه دي حصلت السنه اللي فاتت. وحصلت السنه اللي قبلها. وقعدنا نقول هنا يا جماعه بيحصل كذا وبيحصل كذا. الكلام ده حصل الماتشين ثلاثه اللي فاتوا. حصل الماتشين ثلاثه اللي فاتوا. حصل من سنتين وحصل السنه اللي فاتت. كانت نتيجته ايه؟ السنه اللي قبلها والسنه اللي فاتت كانت نتيجته ايه؟ ان النادي الاهلي خسر الدوري سنتين ورا بعض. باخطاء. مش عايز اقول ان احنا ما كناش مقصرين، لا كنا مقصرين. ولكن باخطاء. وكمان ايه؟ كان بيقعد رئيس لجنه الحكام وبعض المسؤولين يقعدوا يبرروا ويقعدوا يتكلموا ويقعدوا عايزين يقنعوا الناس بالخطا المتعمد المتعمد مره ثالثه علشان كانوا عايزين يوقعوا النادي الاهلي. لكن احنا بنقول ايه؟ طول عمرنا بنقول ايه؟ اديني حقي بس. انا عايز حقي، انا النادي الاهلي مش طالب غير العداله التحكيميه بس. اديني حقي بس ويا عم طبطب واحتوي اللي انت عايزه. بس اديني حقي. نتكلم بقى على كلاتنبرج قال ايه؟ علق على ثلاث حالات بس في ماتش الاهلي والمحله. قال ايه؟ طبعا نفكركم بطاقم التحكيم في الماتش. كان حكم الساحه كابتن محمد الحنفي. حكم مساعد اول كابتن سامي هلهل. وحكم مساعد تاني احمد رشدي. حكم رابع هشام الفلال وحكم الفيديو محمود بسيوني والحكم الفيديو المساعد خالد حسين. طيب الحاله الاولى اللي تعجب منها جدا كلاتنبرج ان الحكم كابتن محمد الحنفي سمح باستمرار اللعب في لقطه اكرم توفيق. وحكم الفيديو عدل الموضوع خالص كانها مخالفه. مخالفه عاديه، مش مخالفه بطاقه حمراء. كلاتنبرج قال ايه بقى؟ الحكم كان يجب عليه اعطاء ركله حره للاعب الاهلي وطرد لاعب المحله. لان اللعيب ده في الاحتكاك ده عرض سلامه اللاعب للخطر اللي هو اكرم توفيق. وكان ممكن يتسبب له في اصابه خطيره. ده لما داس على رجله. لما داس على ركبته. دي اول حاله. لا الحكم عملها ولا الفار جابه. طيب الحاله الثانيه. في نفس الماتش. وقعت محمد الشناوي لو بتفتكروا حضراتكم لما الكوره تولت من محمد شويه وبعد كده لعبها محمد. الراجل قال ان انا بتفق مع حكم المباراه بان حارس النادي الاهلي قام بلمس الكره قبل اي احتكاك مع لاعب غزل المحله. وما كانش يجب ابدا على حكم الفيديو انه يعمل توصيه بالمراجعه الميدانيه في اللعبه دي. دي تاني واحده. اللي هي الفيديو جاب الكابتن محمد الحنفي علشان يبص عليه عشان يطرد محمد الشناوي. فاكرينها طبعا. الحالة الثالثة كرة أكرم توفيق اللي في الآخر اللي هي بتاعت عدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي. كلاتنبرج قال كان يجب احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي لقطة أكرم توفيق من الجنب. وبيقول لا أتفق مع قرار حكم المباراة وحكم الفيديو لأن التنافس بواسطة المدافع كان يعتبر مخالفة لأنه قام بالمخاطرة لما عمل انزلاق للتنافس على الكره بدون لعبها، ما لعبش الكوره. اهي ثلاث مخالفات صريحه من حكم الساحه محمد حنفي، حكم الفيديو محمود بسيوني، ده في ماتش واحد. كل مخالفه من دول تغير لك نتيجه ماتش. عندك حاله طرد للاعب المحله، عندك ركله جزاء للنادي الاهلي. ومحاوله حكم الفيديو انه يجيب حكم الساحه عشان يطرد محمد الشناوي. عارفين حضراتكم الاخطاء دي مجتمعه وغيرها حصلت قد ايه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها وضيعت مننا كام نقطه. طب الماتش ده
لو كان الاهلي ما كسبش كان ايه اللي حصل؟ كان هيحصل زي اللي حصل السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. طب ايه وجه الاستفاده انك مش عايز تديني حقي؟ ده بالعكس انت بتدوس عليا كمان. ده احنا قلنا في وجود الفار هتتحقق حاجات كتير. عداله في الملعب، عداله خارج الملعب، لكن اللي بيحصل دلوقتي ملوش دعوه بالعداله. ملوش دعوه بالعداله. ده حكم الفار نفسه اللي المفروض عنده قاعد حاطط رجل على رجل، عنده كل المقومات قدامه عشان ياخد قرار عادل. حكم الفار مش عارف ياخد قرار عادل، هو مش عارف ياخد قرار عادل؟ مش عارف؟ ولا مش عارف؟ هنمشيها مش عارف. بس مش عايزين نمشيها زي السنتين اللي فاتوا. ومش هنمشيها زي السنتين اللي فاتوا. متعمد؟ قاصد؟ مش عايز اقول كده. مش عايز اقول كده. لأن مهما عملته النادي الأهلي هيفضل كبير الأندية المصرية والإفريقية بإذن الله. عجبني حاجة أخيرة قبل ما نروح بقى نطمن على آخر الأجواء في فندق الإقامة، جماهير النادي الأهلي العظيم. شفتوا جماهير النادي الأهلي في ملعب غزل المحلة كان شكلها إيه؟ 2000-3000 واحد بمقام 20-30 ألف واحد. ما بطلوش تشجيع، ما بطلوش تنطيط. والمدرجات ما حصلهاش حاجه. هتقول لي المدرجات ما هي اسمنت، ماشي مدرجات اسمنت، ما حصلش حاجه في ملعب المحله خالص. لا هم طالعين ولا هم داخلين ولا حاجه خالص. مفيش. جمهور النادي الاهلي كان عنده برضه فرط حماس، شفناه من اول ثانيه لاخر ثانيه. ما اساءش للمنافس، ولا اساء حتى، ولا اساء لجماهير المحل، ولا اساء لجماهير المحل. هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي. تعالوا بقى نطمن على اخر الاجواء في فندق الإقامة من زميلنا كريم أحمد، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. كل الشكر والتقدير ليك كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهورنا العظيم ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الكل اليوم الحقيقه مترقب ومنتظر مباراه غايه في الاهميه، الاهلي والاتحاد السكندري، احد المباريات المؤجله من الجوله الرابعه السابعه مساء بمشيئه الله على استاد الاهلي. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. مباراه مهمه جدا، لها تحضيرات ولها ترتيبات، لكن البدايه كالعاده كابتن ايمن لابد يكون مع جمهور النادي الاهلي. الرساله الكبيره جدا، وعايز ارجع للمباراه الأخيرة، يعني رجل المباراة هو كان جمهور للنادي الأهلي، إصراره وتحفيزه وتشجيعه الكبير المثالي جدا، يعني الوعي الكبير اللي في جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي بتشوفه في المباريات يا كابتن أيمن، إمتى تشد الفريق، إمتى تتغنى باسم النادي الأهلي، فرهاننا كبير جدا عليهم إن شاء الله بإذن الله، وتحديدا في مباراة اليوم، نشوف المدرج ممتلئ كالعادة بجمهور للنادي الأهلي اللي يمكن بنقول اللاعب رقم واحد وليس اللاعب رقم 12، سر الفوز الكبير وسر الإصرار وشخصية النادي الأهلي بيستمدوا من الجمهور، فإن شاء الله بإذن الله جمهورنا مع التحضيرات الكبيره والجيده جدا لمستر مارسيل كولر صاحب الشخصيه الهجوميه، بنقول صاحب الشخصيه الهجوميه لان يمكن برضه هتذكر مباراه المحله تكسبان 2-0 يا كابتن ايمن، وبتنزل ثلاث تغييرات هجوميه، شادي، محمد شريف، قفشه، ده يدل على الوعي الكبير، عارف يوظف اللعيبه بشكل كبير، متطلبات المباراه امر مهم جدا. يرجع كمان للتحليل والجهاز الفني المتكامل الحقيقه اللي بيحاول يفسر كل صغيره وكبيره للاعبي النادي الاهلي. مباراه النهارده فيها تحدي كبير، خساره الاتحاد السكندري المباراتين 6 نقاط صعب جدا طبعا على فريق بحجم الاتحاد السكندري، فيمكن التحذير الكبير للجهاز الفني من الانتفاضه، لان يمكن النهارده انت عارف اي فريق بيقابل النادي الاهلي هي مباراه كؤوس، فعشان كده لابد من لعيبه النادي الاهلي يكون في تركيز كبير جدا من البدايه. الانطلاقه كانت رائعه في المباراه الماضيه، بنعمل ان شاء الله باذن الله مباراه اليوم انطلاقه تكون جيده، شخصيه النادي الاهلي تفرض من البدايه، احرز هدف واثنين، عدم التراجع، يعني تحرز هدف ما تتراجعش، احرز هدف واثنين، شخصيه النادي الاهلي لابد تكون موجوده. الكره الثانيه مهمه جدا الحقيقه، لعيبه النادي الاهلي مميزه فيها، لكن كمان محتاجين تركيز كبير جدا النهارده. أما كابتن ايمن بخبرتك الكبيره وانت عارف احد نجوم فريق النادي الاهلي، هو قرار مع لعيبه النادي الاهلي في الثلث الاخير ده امر مهم جدا، مع التعب ومع المجهود لابد يكون تركيزك عالي جدا، لان الفرص اللي بتهدر امر صعب شويه، فمحتاجين ان شاء الله باذن الله يكون مزيد من التركيز لكل لاعبي النادي الاهلي. مستر كور كالعاده طبعا يكون اختياره موفق، قيادته الفنيه للتغييرات، كل الامور دي الحقيقه راجل مميز فيها، والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يكون مع المجموعه كلها وليس مع ال11 اللي في داخل الملعب. كالعاده طبعا كابتن ايمن في فندق الاقامه
الامور الاعتياديه الخاصه طبعا باليوم 24 ساعه بتكون معسكر لفريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه القريب جدا من استاد الاهلي. يعني هقدر اقول لك خلاص المحاضره الفنيه الاخيره بتكون يعني فيها كل الامور الخاصه بالثغرات ونقاط القوه والضعف، التشكيل، هنقسم المباراه ازاي، توزيعه المباراه، متطلبات لعيبه النادي الاهلي. فكل الامور دي الحقيقه لعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير جدا فيها من خلال التدريبات، بنشوف وبنتابع وبنشوف الجديه الكبيره جدا من اللعيبه النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله تمنياتنا كبيره جدا النهارده بالتركيز الكبير بجمهورنا، يعني اكيد طبعا النهارده املنا كبير في جمهور النادي الاهلي. المباراه ما بتصعب، جمهور النادي الاهلي هو اللي بيكون يعني بيفتح الطريق، بيشجع، بيحفز، بيآزر، اصراره وعزيمته الكبيره جدا مع شخصيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون ليها تاثير كبير ويستطيع للنادي الاهلي بحصول على 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا. شهر دسم جدا بالمباريات لكن بناخدها خطوه بخطوه زي ما عودنا لاعبي النادي الاهلي، نخلص المباراه نفرح بشكل بسيط جدا في دقائق بسيطه جدا ثم نغلق الصفحه تماما وننظر الى القادم ان شاء الله باذن الله. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي مع كمان المجموعه الافريقيه، خلاص بقى يعني خلاص اتضحت كل الامور، هنقول صن داونز خلاص بقى امر مكرر على النادي الاهلي، لكن يعني شخصيه النادي الاهلي كبيره جدا، قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، هو هدف هذا الموسم النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله بمشيئه الله بتوفيق اللاعبين بالاصرار الكبير بتوفير كل المناخ الطيب اللي بيقوم بمجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله البطوله الافريقيه هتكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ثقتنا كبيره في اللعيبه في الجهاز الفني لكن صفحات بتغلق وبتفتح، الدوري بيتقفل بتبص لافريقيا، لكن ان شاء الله باذن الله املنا كبير جدا في كل لعيبه النادي الاهلي باذن الله يفرحونا هذا الموسم في كل البطولات. مستمرين بالتاكيد يا كابتن ايمن معاكم مع كل جمهورنا العظيم ومشاهدينا طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي من فندق الاقامه وملعب المباراه، الاجواء، ارضيه الملعب، التشكيل، كل الامور دي ان شاء الله تكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي والاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. وكريم طمنا طبعا على الاجواء كالعاده. اللي عايز اقوله لكريم، احنا عندنا ثقه كبيره جدا 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 في لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني وفي المنظومه ككل. اللي حصل الفتره اللي فاتت ان شاء الله ما يتكررش تاني. اللي حصل الفتره اللي فاتت، السنتين اللي فاتوا من ظلم بين، ظلم واقع على النادي الاهلي ما يتكررش تاني. وزي ما قلت المره اللي فاتت، الكره في ملعب اللعيبه. الكره في ملعب اللعيبه. انت في الملعب اعمل اللي عليك. موت نفسك. العب بشخصيه اي واحد منتمي للنادي الاهلي. العب بروح الفانيلا الحمراء. والله ما حد يقدر يوقفك، بعون الله طبعا. وبالتوفيق من عند ربنا. والله ما حد يقدر يوقفك. حتى لو اجتمعوا ان هم يظلموك مش هيعرفوا يظلموك. الروح القتاليه العاليه، شخصيه النادي الاهلي، روح الفانيلا الحمراء. محدش يقدر يقف قدامه. والتوفيق من عند ربنا طبعا. التوفيق من عند ربنا قبل كل شيء. ماتش النهارده ماتش صعب جدا. ماتش مهم. لحد من اسبوعين فاتوا او لحد من ماتشين فاتوا كان نادي الاتحاد هو المتصدر لقمه الدوري مع النادي الاهلي. نادي الاتحاد اول 3 مباريات كسبهم، معاه مدير فني صربي جديد مستر زوران مانولوفيتش. اول 3 مباريات كان حصل العلامه الكامله اللي هي 9 نقاط. ثم اخر مبارتين حصلت هزه. خسر مبارتين، خسر غزل المحل على ارضه 2-0 وخسر الماتش اللي فات مع فيوتشر 1-0 برغم ان هو كان متفوق في اوقات كتير من المباراتين سواء غزل المحله او الماتش اللي فات ضد فيوتشر، ولكن كان عنده سوء توفيق غير عادي وخسر الماتشين. فماتش النهارده عايز يعوض. ماتش النهارده عايز يعوض. احنا كنادي اهلي الحمد لله رب العالمين العلامه الكامله من البدايه، من بدايه تولي مستر كولر حتى المباراه الماضيه. وده اللي هيسعى له النادي الاهلي النهارده علشان يحافظ على القمه منفردا للاسبوع الثالث على التوالي ان شاء الله. ماتش صعب؟ صعب. بس ماتش المحله كان صعب. بس مين اللي سهله؟ لعيبه النادي الاهلي. والتوفيق من عند ربنا. لعيبه النادي الاهلي بالتصميم والاراده والبدايه القويه والاستفاده من الفرص بطريقه ايجابيه واحراز هدف مبكر قتلك الماتش بتاع المحله. خفف الضغوط من عليك، كل ما بتجيب جول بدري بتخفف الضغوط شويه من عليك. بتهدى الامور بعد كده، لا مش عايزين نهدى بعد اي جول. بعد اي جول استغل فترة ما بعد الجول اللي انت بتجيبه. دي بتبقى أصعب فترة على الفريق اللي قدامك. أصعب فترة على الفريق اللي قدامك. إن أنت ممكن تضغط وتجيب جول تاني. فلعيبة النادي الأهلي
الماتش اللي فات هم اللي سهلوا الماموريه عليهم برغم ان الماتش كان صعب. ماتش النهارده صعب. ماتش النهارده صعب. ولكن النادي الاهلي عايز يواصل مسيره الانتصارات. وزي ما بقول لحضراتكم ان هو يبقى لحد دلوقتي واخد النقاط كلها بتاعه المباريات. باذن الله نتمناها نتمناها النهارده اهلاويه. واللي حصل ماتش المحله يحصل النهارده. من البدايه من البدايه لعيبه النادي الاهلي مركزين عايزين يكسبوا. شفنا الماتش اللي فات قعدنا كنا متخوفين او البعض متخوف من التشكيل، ولكن بصراحه كل اللي نزلوا ادوا. حتى اللي ما بيلعبش في مكانه ادى، وادى بصوره جيده جدا جدا جدا، وكان التوفيق من عند ربنا. نتمنى النهارده ان شاء الله التوفيق يلازمنا في الاول، واللي حصل الشوط الاول ماتش المحله تبقى هي دي البدايه النهارده ماتش الاتحاد. خلصت كلامي، في كلام كتير فني هنتكلمه مع ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا بعد الفاصل، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا كابتن مشرف. اهلا بك. ازيك كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله رب العالمين. كابتن احمد بلال. ازيك كابتن مشرف؟ ازيك كابتن؟ ربنا يخليك كابتن احمد. كابتن اسامه عرابي، انا عارف انك بعد الكابتن علاء ميهوب، بس انا قلت بقى هخش يمين وبعدين ارجع ثاني شمال. بلال اخويا الصغير حبيبي يا كابتن، يعني تشرف. المهم ابنك. وماله؟ ما ابني وماله؟ كل سنه وانت طيب يا كابتن اسامه. كل سنه طيب يا كابتن ايمن، كل سنه طيب يا كابتن عادل. عيد ميلادك الشهر الجاي ان شاء الله. لا لا انا لسه. لا لا طيب منورنا يا كابتن اسامه. الله يخليك كابتن عادل عبد الرحمن. منورنا يا كابتن اسامه. اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. صحه والسلامه. كابتن علاء. مش تقول كل سنه وانت طيب انتوا الاثنين. كل سنه وانت طيب. عيد ميلادك. ايوه وانت عيد ميلادك. عيد ميلادي. طيب اصل كل سنه وانت طيب يعني المشاهدين مش هيجمعوا. ما في مثلا كل سنه وانت طيب ولا حاجه. عيد ميلادك وعيد ميلاده. مين اكبر؟ لا انت طبعا. طيب كابتن انا اصغر منك ب 30 سنه. طيب ماشي وباين عليك. المهم ايه اللي بيحصل في كاس العالم؟ كاس عالم وايه اللي عمله منتخب المغرب؟ لا هو اللي عمله منتخب المغرب خلاص، يعني انت ما تطلبش منه اكتر من كده. اي حاجه بعد كده هيعملها المغرب انت دخلت في الاعجاز. طب انا عايز اسالك سؤال في الجمله دي بالذات. احنا ليه دايما كعرب او كافارقه طموحنا بيقف عند مثلا يقول لك ايه؟ لو تاهلنا للدور الثاني ده حاجه حلوه قوي. لو تاهلنا لدور الثمانيه ده يبقى انجاز. لو تاهلنا دور اربعه اعجاز. طب ليه ما نحلمش ان احنا ناخد كاس عالم؟ بص يا ايمن، هو دايما المنتخبات او المدير الفني دايما هو بيقول الكلمه دي. بيدي زي ايه؟ حجه لنفسه. ان هو لو وصل يبقى هايل، لو ما وصلش يا جماعه احنا كويس قوي ان احنا وصلنا لحاجه وده مستوانا و و والكلام ده كله. بس الكلام ده كان من فتره. الوقت المواضيع كلها اتغيرت. انت بتبني كلامك وتصريحاتك حتى في المؤتمر الصحفي قبل مباريات او قبل الاعداد لكاس عالم على حسب شكل فرقتك. مع الاعتبار بحاجه مهمه جدا جدا جدا، في حاجه في كره القدم مهمه جدا اسمها عامل التوفيق. طبعا. عامل التوفيق في كاس العالم ده مع المغرب تماما. وتروح عامل ايه؟ نقطة. بس ده ما يمنعش من حاجة. إن الفريق منظم كويس قوي. صحيح. معد كويس جدا 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 على كل النواحي، فني وبدني وكل حاجة. روح قتالية عالية جدا. كل حاجة ممكن تتخيلها. المجموعة بتاعت المغرب دي، مجموعة اللعيبة دي فيها كل الصفات وكل السمات دي. اللي مساعد المجموعة دي يا أيمن إن كلهم يعني أغلبهم محترفين بره. بس محترفين احتراف حقيقي. تروح تحتها خمس ست سبع ثمان خطوط كده. المحترف الحقيقي او المحترف الصح لما يجي بلده ويلعب مع المنتخب بتاعه تحس بالفرق. مش محترف لقب. ايوه. بس شوف كميه المحترفين الموجوده في المغرب وبعدين تعال احكم. تعال اتكلم. احنا دلوقتي يعني دلوقتي احنا بنقول افريقيا السمراء، شوف فيها كام، هات اي منتخب فيها كام محترف. كويس؟ وتعالى بص على منتخب الفراعنه والعراقه والتاريخ وكل حاجه حلوه في كره القدم، هتلاقي كام محترف؟ ثلاثة أربعة خمسة، فيهم اثنين بس تقول عليهم محترفين. أيوة. فين الباقي؟ فين خطتك؟ لك عشان تطلع كم المحترفين أو ورا عشان يرجعوا تاني ليك. مسؤولية احنا ما هو بص هي مش مسؤولية حد دلوقتي.
ما اقدرش الوم حد دلوقتي. احنا لازم نستفاد من الدروس اللي انا بقى استنى ما اقدرش الوم حد دلوقتي. الموضوع يا ايمن بيبقى اعداد سنين. مظبوط. اعداد سنين كبيره قوي. وبص اللي عامله المغرب ده مش وليد الصلصه ولا وليد اللحظه. لا كداب ولا وليد السنه ولا وليد ولا وليد الكراكي المدرب نفسه ولا طبعا. حاجه ولا وليد اي حاجه هي. ولا وليد الصدفه ان المنتخب ده اتجمع مع بعضه. مظبوط. ده شغل من سنين طويله قوي. بس مش شغل كوره بس، ده شغل كل حاجه يا جماعه. جماعه دي منظومه الكوره مش منظومة اتحادات وأندية وصحافة وجماهير. ده فكر. والراجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب اللي موجود عندنا حدث ولا حرج في كل حتة. مجال الكرة ده عشان بس ما نطولش في الكلام عشان في ماتش، عشان تبدأ تبص انك عايز منتخب وعايز ناس توصل كده. وعلى فكرة انت عندك كل امكانيات، بس لو دورت حضرتك وتعبت نفسك، دورت على لعيبه كويسه، على لعيبه ناشئه كويس قوي، على لعيبه كتير قوي طلعت احترف بره عشان ترجع لك تاني، على منظومه كره قدم في الانديه وفي الاتحادات محترمه، ما بتدورش غير على منتخب مصر بس، على مصلحه البلد دي بس، مش منتخب كوره، مش منتخب انديه، مش منتخب حاجه. الناس كلها رمت كل حاجه وركزت على حاجه واحده بس، على منتخبها بلدها. اللي مفيش حد اكيد كل الناس هنا في البلد بتحب البلد. انا عايز بلد تبقى احسن بلد. مظبوط. انا بتكلم في مجال مثلا مجال الرياضه. حضرتك عشان تبقى كويس في مجال الرياضه وفي كره القدم خصوصا لازم يبقى كل اهتمامك تطوير. مش كل اهتمامك حضرتك بتيجي بتجيب رجالتك تعمل سبوبتك تعمل كم حاجه تخصك، بقيت كل البعد عن التطوير. طب انا عايز اسال سؤال وجاوبوني عليك انتوا الاربعه. في تطوير حصل النهارده كابتن عادل. ثانيه هسألك سؤال وجاوبوني عليه كده انتوا الاربعه. لولا المغرب عمل كده في كاس العالم كان حد اتكلم على حاجه في مصر؟ لا. طب خلاص ماشي صح انا معاك. طيب كابتن اسامه، شيء مشرف جدا 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 للعرب قبل المغاربه اللي بيقدمه منتخب المغرب في كاس العالم، ولكن في دروس مستفاده كتير من اللي عمله منتخب المغرب. امتى هنبدا؟ العرب والافارقه طبعا. عشان انا سمعت فيديو لواحده افريقيه بتقول انتوا قاعدين تقولوا عرب عرب أيوة وانتوا ناسين أيوة. افريقيا أيوة. فهي طبعا المغرب عربي افريقي يعني لكل افريقيا يعني. اولا هو انجاز غير مسبوق قبل كده، حتى بس مش بالنسبه للمنتخب المصري، عشان برضو ما نقعدش احنا نجلد الذات بس احنا. وحتى الجزائر في قمه منتخب الجزائر بتاع ماجير وبلومي و وصلوا المباريات عالميه وما يعرفوش يوصلوا للمرحله دي. منتخب النيجيري كوشا ومكاشي وجيل ذهبي لم يتعوض في نيجيريا، عملوا اداءات غير طبيعيه في كاس العالم لكن ما وصلوش للمرحله دي. فاذا اللي حصل مع المغرب ده مش بس نتاج الكره المغربيه، هي نتاج الكره الافريقيه والعربيه بقالها سنوات وسنوات وسنوات بتروح كاس عالم وفيهم ناس بيأدوا اداءات كويسه جدا وبيكسبوا بعض المباريات ويطلعوا لادوار اعلى زي ال 16 وكده، يمكن ما بيوصلوش او الثمانيه وزي غانا قبل كده لكن ما وصلوش لمرحله قبل النهائي. انا اقصد ده سنين تطور في الكره العربيه والافريقيه بقال وحتى بالنسبه لاسيا كمان، مش عشان نتكلم بس في احنا شفنا اليابان الدوره دي يعني ده اليابان لو عندها لك كان في ضربات الجزاء مع الكرواتيا كانت ممكن توصل لدور الثمانية لأنه أدوا برضو مع أسبانيا، أدوا مع ألمانيا، كسبوا ألمانيا وأسبانيا وكان ممكن جدا وصلوا مع كرواتيا لضربات جزاء وكان ممكن يكسبوا. فأنا بتكلم إن في تطور كبير حصل للكرة الإفريقية والآسيوية، فحصل تقارب في المستويات في السنين الأخيرة لنتاج حاجات كتير، نتاج شغل سنين طويلة قبل كده ونتاج الاحتراف اللي كل اللعيبه او نسبه كبيره من اللعيبه في دول كتيره عربيه وافريقيه بقوا يلعبوا في اوروبا ويحتكوا باللعيبه دي ما بقوش غراب عليهم. احنا لما نتكلم علينا احنا ايمن سنه 90 وانا وانت وعلاء كنا مع الفرقه وعادل كنا بعاد جدا عن الكره العالميه، كنا بنشوف ماتش في التلفزيون ده بالنسبه لنا اجنبي يعني اعجاز. لكن انت خلاص اللعيبه العرب والافارقه بيحتكوا مع اللعيبه الاوروبيين دولت وبقوا ملازمينهم وبقوا بيلعبوا في الدوريات بتاعتهم وبقوا كل واحد يعني اشرف حكيمي بيلعب مع
الجناح ميسي ونيمار ومبابي، يعني احسن ثلاث لعيبه تقريبا في العالم مع محمد صلاح. فانا اقصد وغيره بقى، ولا تتكلم على بونو، هتتكلم على بقيه فرقه المغرب واحد واحد. فانا اقصد الاحتكاك ده زود الموضوع، زود ان في تقارب في المستويات حصل. صحيح. مع انه في بعض الفرق الاوروبيه، انا هستثني الاوروبيه او الامريكيه او الامريكا الجنوبيه، انا استثني امريكا المنتخب البرازيلي والمنتخب الانجليزي اللي انا شايف انه كانوا مفروض يبقوا في دور الاربعه. غير كده انا مش شايف فرقه في كاس العالم يعني كان ادائها اداء مبهر وما وصلتش. يعني هما الاثنين دولت يمكن اكتر فرقتين كان ممكن جدا بسهوله يبقوا في دور الاربعه. يعني لولا خروج البرازيل مفاجاه، مفاجاه كبيره جدا، وخروج انجلترا وماتش فرنسا في 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 المباراه نفسه. انا ما بتكلمش على قبل المباراه، قبل المباراه الناس كانت مرجعه كفه فرنسا بنسبه اعلى شويه، احداث المباراه لكن نفسها. احداث المباراه 90 دقيقه صحيح. انجلترا عملت ماتش هايل، يمكن احسن ماتش عملته في البطوله، وبان قوي ان هم تقال قوي، وهو حظهم ان هم لعبوا هم وفرنسا مع بعض، لكن عملوا ماتش كبير. يعني انا شايف الفرقتين دول كان عندهم من النجوم ومن من الفرقه كفرقه ان يوصلوا لمراحل اعلى من كده. صحيح. الباقي ماشي، في مفاجآت طبعا حصلت زي خروج البرتغال، زي خروج اسبانيا، المغرب شرفتنا، ولكن انا شايف البرازيل وانجلترا هم اللي فانا اقصد المستويات قربت، الامور قربت، الاحتراف الاوروبي فرق، بس مش بس الاحتراف الاوروبي ده جزء. احنا نواحي البدنيه هتلاقي اللعيبه زادت، كان زمان فروق كبيره قوي بيننا وبينهم في النواحي البدنيه. النواحي الخططيه، واحط تحت الخططيه دي كتير، كان زمان الفرق الاوروبيه والامريكا الجنوبيه بتاع بعاد تكتيكيا عننا، لكن انت تعالى شوف دلوقتي الدوريات العربيه كام مدرب اجنبي عالمي بيمرن في السعوديه ومرن في الجزائر ومرن في تونس ومرن في مصر ومرن في قطر والامارات سنين 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 شغل كتيره الناس مرت. فالنواحي الخططيه زادت كتير عند الفرق العربيه والافريقيه، ما كانش برضو بسذاجه الثمانينات والسبعينات والفروق الواضحه، وكان الانبهار مظبوط بطريقه غير طبيعيه، والفروق اللي بيننا وبين الكره الاوروبيه. فدي برضو قربت الدنيا. نيجي بقى للناحيه المهاريه، الناحيه المهاريه اللي هي اساس كره القدم. احنا كعرب وكافارقه، انا شايف في المجموع احنا موهوبين عن الاوروبيين. في المجموع، انا ما بتكلمش على افراد، ما بتكلمش مثلا على تقول لي بنزيما وحتى اصوله مش 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 أوروبي. مش اوروبي، جزائري برضه. انا اقصد يعني اللعيبه الاوروبيين الاوروبيين النواحي المهاريه في المجموع مش افضل من العرب ولا الافارقه. بنشوف الوقت العرب لما بيروحوا في اوروبا بيتفوقوا تفوق كبير، شفنا صلاح وشفنا اشرف حكيمي، شفنا زياش وغيرهم 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 كتير. يعني انه احنا النواحي اللي هي فيها مهاره الكره البرازيليه والارجنتينيه والكلام ده موجوده في العرب، فاحنا زدنا خططيا وزدنا بدنيا مع دي نقطه. الحاجه الثانيه المغرب منظم جدا في ادائه الخططي في داخل الملعب، عارف هو عايز ياخد ايه من كل مباراه، بيلعب يعني ايه باللعب اللي هو يكسبه. يعني في ماتش اسبانيا والبرتغال مقفل خطوطه بدرجه غير طبيعيه في نص ملعبه، بيلعب على هجمات مرتده مش كتيره لكنها كانت ناجحه في واحده منهم في ماتش البرتغال. ماتش اسبانيا يمكن الفرص ما كانتش كتيره، يمكن ماتش البرتغال 3-4 فرص لكن ركزوا في واحده، لكن هم منظمين جدا دفاعيا. صحيح. الحاجه كمان اللي عامله لهم تفوق كبير، في لعيبه كتير مميزه، اناحي، مرابط، حكيم، حكيمي، زياش، معظمهم يعني، لكن ياسين بونو متفوق متفوق. صحيح. متفوق بدرجه غير طبيعيه. مزبوط. من الاسباب الرئيسيه في وصول المغرب للمرحله دي. صحيح. فنتمنى التوفيق يستمر معاهم. احنا بقى عندنا مشاكل، عندنا مشاكل طبعا،
انت عندك دوري بيخش على دوري، كاس بيخش على كاس، ومسابقات انت مش عارف نهايتها وبدايتها، في لخبطه كتير. لكن احنا مش بعاد، والدليل على كده ايمن مع احترام لاي حد بيقول اي حاجه، احنا امم افريقيا الاخيره، احنا كسبانين المغرب 2-1 وعملنا عليهم ماتش كويس. احنا مع السنغال رغم ان السنغال افضل مننا، وانا معترف ان السنغال هي الاحق مننا انها توصل. لعبتنا ثلاث ماتشات تعادلات ومنهم 2 ضربات جزاء، رغم ان هم كانوا افضل فرقه في افريقيا لغايه ما راحوا كاس العالم. يمكن ادائهم في كاس العالم كنت انا متوقع انه يبقى افضل من كده، لكن ما ادوش، لان هم كانوا رقم واحد في افريقيا هم والجزائر ومعاهم المغرب. فاحنا مش بعاد، ولكن في بعض الحاجات المشاكل اللي ممكن تواجهنا، زي طول دوري، زي دخول دوري على دوري، زي وجود ناس مش في المكان المناسب، زي وجود يعني حاجات كتيره بقى يعني ممكن نعالجها مع الوقت. لكن احنا كلاعيبه كوره وفرقه منتخب مصر احنا مش بعاد البعد ده كله، والدليل اخر بطوله انت طالع نهائي بطوله وكاس العالم، انت رغم ان السنغال كانت افضل خسرت بضربات الجزاء. منظومه من وجهه نظري يعني لازم تتغير، لازم الخريطه تتغير. ده صح، يعني لازم يتحط الرجل المناسب في المكان المناسب، ولازم يبقى في حساب. كابتن عادل، منتخب المغرب شرفونا ولكن في نفس الوقت احرجونا وكشفوا عورات البعض. طب بص، منتخب المغرب يا كابتن عادل، مش عايز اقول ان هو اللي عمله ده مفاجاه، ده نتاج سنوات كتير زي ما قال الكابتن علاء والكابتن اسامه، وزي ما بيقولوا اخواننا المغاربه وما زال ما زال، يعني هيعملها. بص يا كابتن، يعني الكباتن اتكلموا في كل حاجه وانا مش عاوز اعيد الكلام، بس انا عايز اقول لك انه وليد الرجراجي قال كلمه مهمه قوي، قال لي ما نحلمش ده قبل ما يوصل. يعني في بدايه الماتشات بتاعته قال واحنا ليه ما نحلمش ونقدر نحلم. مدرب الجزائر جمال بن ماضي قال انا لو وصلت كاس العالم هروح لادوار بعيده، بغض النظر عن اللي بيحصل ولا ما بيحصلش. بس ارجعك للكلام اللي الكباتن قالوه، مش عايز اعيده، بس هقول لك نقطه فيها تفسير للموضوع ده كله. كره القدم تخطيط واداره 60% 40% فنيا، بكلمك على فريق. اما تخطيط لكره القدم 10 15 20 سنه فده اداري 100%. طبعا ما انت ما تودينيش طريق غلط وفي الاخر تقول لي انت اللي وصلت غلط، لا انت موديني في الاول طريق غلط. انت علشان تبدا في الاصلاح رقم واحد من غير اي كلام، كل الوجوه القديمه دي كانت لازم تمشي تماما، لانهم فشلوا فشل ذريع. تمام، ولكن للاسف اللي بيحصل انت بتيجي النهارده وبتضيعنا، وبيجيبوك بكره وتضيعنا، ويجيبوك بعده وتضيعنا. طب الحاجة اللي أنا عاوز أستفسر بيها في كرة القدم وبعدين أخش على الفنيات، يعني هو إيه الفشل؟ مفهوم الفشل عندنا في مصر، مفهوم الفشل عندنا في مصر إيه؟ إنك تخرج فرقة من كأس عالم، تخرج فرقة من كأس أمم أفريقية، عندك دوري مش منتظم. كنت أنا بتكلمش على السنين دي، أنا بتكلم على السنين اللي فاتت، لأن مصر حصل المشكله فيها من سنه، من بعد سنه 2006 و2008 و2010. ايوه بدات انت في يعني حته الاستحواذ على الاتحاد الكره والاستحواذ على القرار في اشخاص معينه. أي. ابحث ورا الاشخاص دي هتلاقي نفسك فعلا ما كانش يجب انك تكسب اي حاجه. وما انت مش بتاع المغرب اسمه لاشوع ده ولا اسمه فوزي لاجرا؟ لا لا اه ده راجل، ده راجل انا عاوز اقول لك عليه، ده راجل بيحب بلده، ده راجل بيشتغل لبلده اكتر ما بيشتغل لنفسه. مزبوط. مزبوط. وبيحارب. انت فاكر ان منتخب المغرب اللي عمل كده بس؟ لا، ده انديه المغرب كمان وداها فين؟ انديه المغرب وداها هو فين؟ الحاجه الثانيه المهمه، مين المدرب بتاع منتخب المغرب دلوقتي؟
راجل اجنبي مدير وطني مدير فني راجل اجنبي ده مين اللي بس بقاله شهرين بس كمان شهر اغسطس واحد اوف ده مش كان مبوظ الدنيا وبعدين عامل مشكله مع سياج وعامل مع صبري والناس دي كلها وحصل ايه حصل صحيح. ان الناس دي بتحب بلدها وده مدرب صغير طالع يشتغل لكن عاوز اقول لك حاجه هنا المدرب بيمشي من مكان بيروح مكان تاني لان الموضوع محاوط يعني لو الناس دي بتعرف تشتغل للصالح العام زي ما بتشتغل لكراسيها والله هنبقى يعني افضل منتخب في العالم صحيح. الحته بقى الفنيه السريعه كده ان المنتخب المغربي المنتخب الوحيد العربي اللي ملمس في اوروبا بمعنى لعبته مش لعيبه عرب بسمات اوروبيه منتخب اوروبي سماتهم وصفاتهم وقوتهم وكمان طموحهم وانت شايف اللعيبه اجسامها عامله ازاي شايف الحركه بتاعتها عامله ازاي شايف اللياقه البدنيه بتاعتها عامله ازاي ما تقوليش جهاز فني مغربي لان جهاز اللعيبه دي بتيجي قبل البطوله باسبوع ولا اسبوعين انا مش هجهزك كل اللعيبه دي جاهزه وراق وجايه هي يبقى بس حاجه مهمه في المنتخبات العربيه محمد صلاح ادانا مثال ان احنا نقدر محمد صلاح من افضل لعيبه العالم صحيح ممكن يبقى في 13 14 15 صلاح بس التنظيم غلط صلاح ده طالع من ربنا وربنا كرمه وهو شخصيه قويه وبيفهم وبعد عننا يعني انت عارف على نفسه صح لا بعد عننا خلي بالك من الكلمه دي أي. انت في كاس افريقيا 2019 احسن تنظيم نظمته او احسن تنظيم اتنظم في بطوله افريقيا كان مصر عارف ليه الحكومه اللي نظمتها مش الاتحاد أي. الاتحاد لو كان نظمها كنت تبقى اسوأ بطوله في التاريخ صحيح بس انت اي حاجه بتديها لهم بيبوظوها المشكله واضحه الناس دي بوظت يعني اللي عليه افسد حاجه ابعدوهم شغلوا ناس جديده فيها ايه هو يا مصر خلاص انتهت ما فيهاش الا الناس الاسماء دي حتى المدربين في الدوري هو ده مدرب ينزل الفرقه درجه ثانيه يجيبوه المره الثانيه اللي ينزل يجيبوه هو في ايه يعني مش هتتعدل ولا هتصلح حالك الا بحاجه واحده بس الا اراده قويه انك انت تعمل احلال للتربه اللي موجوده عندك تربه بايظه اول ما تزرع فيها هتزرع وهتنجني غلط وبمناسبه نفس الاسماء كابتن عادل النهارده هنشوف تشكيل النادي الاهلي تتوقعوا فيه تغييرات ولا نفس مفيش؟ التشكيل قلت لك عليه المره اللي فاتت تشكيل النادي الاهلي النهارده زي ماتش المحله بالظبط والمبدا اللي تلعبه او اللي تكسبه العبه ده مبدا مستر كولر بعد مباراه المحله محمد الشناوي لحراسة المرمى اكرم توفيق ظهير ايمن علي معلول ظهير ايسر وقلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه اليوديانج ورباعي المقدمه احمد عبد القادر كريم فؤاد برونو سافيو وبيرسي تاو مره ثانيه محمد الشناوي اكرم توفيق علي معلول ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم عمرو السوليه اليوديانج احمد عبد القادر كريم فؤاد برونو سافيو وبيرسي تاو نفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه المحل كابتن بلال المغرب احرجنا مبروك اولا مبروك اولا للمغرب وللعرب والافريقيا زي ما قالوا كباتننا الكبار ولكن في دروس مستفاده كتير قوي 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 يمكن النهارده كان برضو عايز اعلق على حاجه قريتها النهارده الصبح بمناسبه التطوير اللي كانوا بيتكلموا عليه الكباتن يعني قريت خبر غريب جدا بيقول لك ايه ان اتحاد الكوره ده نتاج كاس العالم معرفش ازاي وصلوا له يعني اتحاد الكوره مع الرابطه اتفقوا على ان كاس السوبر المصري اللي هو كان يقام بين بطل الدوري وبطل الكاس لا هيعملوه اربع انديه بدل ناديين بدل بطل الدوري هيلاعب بطل الكاس لا هيبقى اربع انديه بدل اثنين وما قالولناش ليه يعني هل اغراض تسويقيه معرفش هل اغراض اخرى برضو معرفش يا جماعه المسؤولين عن الرياضه في مصر او المسؤولين عن الكره في مصر لما تخاطبني احترم ادميتي احترم ادميتي احترم عقلي قول لي ليه
قول لي السبب، هل ده نوع من انواع التطوير؟ ده انت بتصرخ علشان مباراه مش لاقي لها مكان. ده لسه اللي جاي كمان لما يخشوا الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر في مرحله المباريات الافريقيه. وانت هو دي تسريبات. بس هم بيفكروا، ما تسريبات هو بيرمي لك الاول. دي تسريبات. حلو قوي. انت اصلا عندك مشكله في الماتشات. ده انت بتصرخ لما بيكون في ماتش بتاجله. ده ماتش النهارده مؤجل. الاسبوع ده في ماتشات كتير مؤجله. تقوم تعمل كاس سوبر المصري اربع فرق. طب ليه؟ ما تقول لي طيب ما تخاطبونا. انتوا مش مسؤولين. واحنا الشعب. خاطبونا. خاطبوا عقولنا. يعني انا مش فاهم يعني هو ده اللي خرجتوا بيه من كاس العالم؟ هو ده التطوير؟ ما تستخفوش بعقولنا. ما تستخفوش بعقولنا. احنا مش هنسكت بعد كده. احنا مش هنسكت. لان مع احترامنا لجميع الدول. مع احترامنا لجميع الدول زي ماله الكباتن. دول كتير سبقتنا. وعشان نحصلهم عايزين سنين وسنين. هنبدا امتى؟ هنبدا نحب بلدنا امتى؟ هنبدا نشتغل عشان بلدنا امتى؟ هنبدا نحسن من نفسنا امتى؟ مش كل واحد خايف على كرسيه، مش كل واحد جاي عشان مصلحه، مش كل واحد زي ماله الكباتن جاي مجامله لواحد. كل ده على حساب بلدك. وزي ما قلت في المقدمه بتاعتي، اي مسؤول تعمد التقصير ما يتحاسبش ولا يقال. احنا عندنا المحاسبه اقاله، يا عم قيله، لا يتحاكم. لو احنا عايزين نبتدي ونبتدي صح، اي مسؤول يقصر في عمله يتحاكم. ولو سمحتوا يا مسؤولين لما تيجوا تخاطبونا، خاطبونا كبني ادمين. خاطبونا كبني ادمين، ما تستخفوش بعقولنا. معلش يا كابتن بلال طولت. لا انا مش معاك في المحاكمه دي يا كابتن بصراحه. يعني لا اتفق معاك في ان المسؤول لما يقصر يحاكم. يعمل ايه؟ لان مين اللي اختاره؟ ما هو انت اللي اخترته. هو مين اللي اختار المسؤولين اللي موجودين؟ مين انتخبهم يا كابتن؟ هو مين اللي انتخبهم؟ دول بالانتخاب. ايا كان الانتخاب وضعيته وشرعيته وطبيعته، بس دول بالانتخاب. يعني انا النهارده قمت رشحت نفسي في نقابه المهندسين. حلو؟ قالوا لي اتفضل توكل على الله. بقيت انت في النقابه. ما تخلينا نتكلم بصدق بقى ونتكلم. ما ده بصدق على فكره. لا لا لا، احنا بنبقى عارفين اللي جاي من قبل الانتخابات. لا يا كابتن. كابتن بلاش. كابتن بص دي بص، هي احنا عارفينهم علشان خاطر عارفين ان في تربطات في الانتخابات، فبنبقى مقتنعين ان القائمه دي هتنجح. يعني مش لن يسقط احد، خد بالك. عكس الحته بتقول لك لن ينجح احد يعني. فاحنا بنبقى فاهمين طبعا في تربطات الانتخابات، والناس بتخش وده مع ده وبيلفوا الدنيا، وده بينطر ده وبيحط ده على جنب وبتاع. مشكله الكره في مصر يا كابتن حقيقه يعني ان اللي بيديرها مش اهلها بس. انت بقى تتكلم، بقى هتروح بقى تتكلم يمين، هتتكلم شمال، هتروح فوق، هتنزل تحت. اللي بيدير الكوره في مصر مش اهلها. ما انا لسه بقول لك ايه، انا رحت رشحت نفسي مقابله المهندسين، تمام، بقيت في النقابه، قالوا لي اتفضل توكل على الله، تمام، يلا يا جماعه نعمل تطوير. عامل تطوير بمناسبه ايه؟ هو انا بفهم في الهندسه؟ هو انا بفهم في المعمار؟ تمام، انا ممكن اشتغل مقاول لكن مش ممكن اشتغل مهندس. انا ممكن ابني لكن مش ممكن اخطط. فاهم قصدي؟ فرق كبير جدا بين الاثنين. فرق بين واحد بيبني حاجه وواحد بيخطط، فالتاني بيبني على التخطيط اللي هو عمله. احنا النهارده محتاجين التخطيط مش البنى. ايوه، احنا الاول محتاجين انك تخطط لكره القدم في مصر. خد بالك، في راجل محترم لقجع جه خطط، فالوداد خد البطوله، فنهضه بركان خدت البطوله الكونفدراليه، تاخد بالك، فالمغرب وصل للسيمي فاينل. ده اسمه تخطيط. بص، ما فيش انجاز وليد اللحظه بالطريقه دي بالشكل ده على الاطلاق. يعني عارف ممكن ايه تقولي؟ طب الوداد خد البطوله، طب حظ باي لك، لكن ونهضه بركان ياخدها كمان. طب ومنتخب المغرب في يبقى انت بتخطط للكوره بشكل عام. فانت عايز تطلع فاصل؟ بعد اذنك ممكن نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا ان شاء الله. فاصل نرجع نوصل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال اتفضل كمل كلام. فبقول لك كابتن، انت محتاج هنا انك تخطط كويس. خد بالك، انت كل يعني احنا من ساعه ما عينا على الكوره هنا في مصر
فانت كل مره كل اربع سنين او كل اتحاد يجي يقول لك احنا هنخطط للكره المصريه ل 10 سنين او 20 سنه قادم. انت النهارده وصل بيك الحال، يمكن الكباتن كلهم اعتقد ان انتوا كلكم لعبتوا بطولات افريقيا وانتوا في الناشئين، وانا كمان لعبت، بناخد البطوله، كنا بناخد بطولات افريقيا يعني مسمى، يعني اقل حاجه انك تلعب فاينل او سيمي فاينل. النهارده الفرق ما بتصعدش لبطوله افريقيا نفسها، فرق الناشئين، ودي كارثه من الكوارث. انت فين التخطيط في كده؟ النهارده لما تروح بطوله مثلا، لما يبقى النهارده بتلعب بطوله 2006 بتلعب مع الشمال الافريقي تمام، وبعدين ما تروحش البطوله نفسها، ما تصعدش انك تلعب التصفيات نفسها، دي كارثه من الكوارث يعني. وكمل بقى على كده يعني، فانت النهارده هتوصل ازاي؟ يبقى عندك لعيب محترف، ما النهارده بص اللعيب محترف هيجي ازاي؟ لعيب محترف بيجي من البطولات الافريقيه ثم يلعب كاس عالم، فتلاقي الفرق اللي بره قاعدين بيتفرجوا عليه، فتلاقي الفرق موجوده، فهات اللعيب ده، فبتدي نتفاوض، فاللعيبه بتبتدي تنتقل لاوروبا من السن الصغير ده، ابتداء من 17 سنه 19 سنه اللعيبه بتظهر في البطولات الدوليه في الحته دي. والفرق بتاعه اوروبا يعني، انت مثلا يا كابتن هتلاقي قليل جدا لما لعيب من الدوري العام تمام يحترف، يعني لما يكون يعني بتحصل صح. بس قليل يعني، مش كتير يعني، مش كتير انك تلاقي مثلا لعيب كل ما تلاقيش كل سنه مثلا خمس ست لعيبه من مصر، من الاهلي والزمالك وبيراميدز ومش عارف وامبي والفرقه دي، هتلاقيهم طلعوا اوروبا راحوا في انديه كويسه، استحق يعني، قليل جدا 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 تمام. فالفرصه بتيجي منين؟ بتيجي من اللعيبه لما يبقى في قطاع الناشئين، فيلعب منتخب مصر، فيلعب بطولات افريقيا، فيلعب كاس عالم، فبالتالي يبقى يعني في سكاوتنج موجودين بيتفرجوا عليهم، فيبتدي ينتقل للانديه الاوروبيه، وبقى عندك لعيبه محترفه، زي ما المغرب عملت، زي ما الجزائر عملت قبل كده، زي ما تونس عملت قبل كده، زي ما كل فرق افريقيا بتشتغل، وبيبقى ليهم باع كبير جدا في البطوله. انت النهارده بتخش بتلعب بطوله افريقيا، انت حاطط ايدك على قلبك في كل ماتش، كل ماتش بتلعبه في بطوله افريقيا بتبقى حاطط ايدك على قلبك. قول لي مثلا انت وانت رايح تلعب السنغال، احنا لعبناها ثلاث مرات السنه دي، كابتن اسامه كان بيتكلم، لعبت السنغال ثلاث مرات، كسبت 1-0، اتغلبت 1-0، تعادلت في اتعادلت تمام، وخرجت في بركله الترجيح. انت بتلعب السنغال عندك كم نسبه الامال انك تكسب قد ايه؟ اديني كم في الميه كده؟ 30%. لا تتعدى 30%. لا تتعدى يا كابتن علاء، ما تجيش 30% يا كابتن علاء. يعني لما تسال اي واحد في الشارع، ما انت بتقيس ازاي؟ ما تسال اي واحد يعني، لو جبت 100 واحد مين يا جماعه هيكسب، مصر ولا السنغال؟ يقول لك السنغال. بس يا رب ربنا يكرمنا، بس أيوه. ربنا يكرمنا أيوه. مين يا جماعه هيكسب؟ يعني هنا في مباراه مصر انت كسبت 1-0، هم مضيعين 6-7 فرص مؤكدين. المباراه اللي هناك مضيع 8، كسبانك 1-0 ومضيع 8 فرص مؤكدين أيوه. يعني في افريقيا نفس القصه، انت النهارده ما عندكش تيم قوي. ليه؟ لانك ما عندكش لعيبه محترفه أيوه. هو الهدف من التخطيط ايه؟ انك يا كابتن يبقى عندك نشء كويس، لعيبه كويسه تقدر توديهم اوروبا، فبالتالي يبقى عندك لعيبه يعني فرايتي كتيره جدا، عندك يعني عدد من اللعيبه كتير صح. تمام، ويلعبوا في انديه كبيره في اوروبا، فيبتدي المنافسه ما بينه وما بين اللعيبه في البطولات بقى الافريقيه ولا بطوله كاس العالم، تبقى انت قاعد ومش قلقان، مش خايف. ليه؟ ما النهارده حكيم زياش ما هو بيلعب في تشيلسي ضد هازارد مثلا، او ضد صح. الفرق اللي زي كده، حكيم بيلعب في احسن باكات في العالم، تاخد بالك؟ ما هو بيلعب في باريس سان جيرمان، وبيلعب لما بيلعب ضد مانشستر وضد ريال مدريد، هي دي التوليفه الصح يا كابتن هاني. انما النهارده الدوري المصري فيه خمس محترفين، ده حتى كون انك بيبقى عندك خمس محترفين ده سيء جدا للكره المصريه من وجهه نظري الشخصيه، ممكن اكون غلطان، بس انا من وجهه نظري شايف ان خمس محترفين كتير قوي على الدوري المصري، كتير جدا، ما يصنعلكش منتخب. ليه؟ لان هنا برضو افكار المدربين، مع احترامي للكباتن اللي قاعدين في الاستوديو، افكار المدربين فكر في ايه؟ خمس محترفين يبقى خمسه بيلعبوا فوق قدام تمام، يبقى عندي راس حربه، في واحد تحت السن بيقول مش كده؟ كابتن يبقى عندي راس حربه، وعندي رايت وينج، وعندي ليفت وينج، وعندي الميد فيلدر، وعندي رقم 10، دول كلهم هجيبهم من افريقيا، او هجيبهم مثلا من تونس، او هجيبهم من الجزائر، فيبقى انت اصلا ما عندكش فرصه انك تعمل منتخب جيد اصلا من الاساس. يعني انت النهارده بعد تريزيجيه والنني وصلاح، ما اعتقدش ان انت ممكن مش هتلاقي لعيب مصري في اوروبا اساسا، مش هتلاقي اصلا لعيب مصري بيلعب في اوروبا في هي ملفات مهمه وشائكه، ولكن يا كابتن لازم نبتدي، ولازم زي ما قلنا مين المناسب، مين هيبتدي في المكان المناسب خلاص، يبقى اللي يدير الكوره في مصر يا كابتن، يبقى اللي يدير الكوره في مصر الناس اللي تفهم فيها صحيح، يا هو ده، انت هو ده الطريق الصحيح صحيح. انا النهارده ينفع ابقى ينفع النهارده، معلش انا اسف، زي ما قلت لك ينفع النهارده تجيب لي واحد ما اشتغلش في الكوره يبقى مدرب؟ لا، هيدرب ازاي؟ ما هو كذلك المخطط مصر. تمام، راجل بيخطط لكره القدم في مصر، مجلس اداره اتحاد، بصوا يا كابتن اسمه مجلس اداره اتحاد كره القدم،
ممكن يبقى رئيس نادي على فكره مش بتاع كوره، لان النادي فيه 600 لعبه غير الكوره، وفي انشطه كتيره، وفي بيزنس، وفي حاجات كتير، وفي انفستمنت كتيره جدا. ممكن يبقى هو راجل مثلا رجل اعمال وبيجيب في الحته بتاعه الكوره دي مثلا بالظبط كده مدير رياضي. لكن النهارده اتحاد كره القدم المصري ما تقوليش بقى يبقى مهندس ونجار ويبقى دكتور ويبقى تمرجي والحاجات اللي زي كده، وتقول لي احنا هنعيد والله العظيم. طب نقول بقى تشكيل ايه البدلاء النادي الاهلي؟ اولا بتشكيل نادي الاتحاد، بدلاء النادي الاهلي علي لطفي، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد فخري، محمد هاني، محمد مجدي قفشه، شادي حسين، محمد شريف، حسين الشحات. تشكيل نادي الاتحاد سكندري، مهدي سليمان لحراس المرمى، رباعي خط الظهر هشام صلاح، ظهير ايمن، صبري رحيل ظهير ايسر، ثنائي قلب الدفاع محمود علاء، خالد صبحي، ثنائي خط الوسط الدفاعي محمود عبد العزيز، مروان عطيه، ورباعي المقدمه احمد عادل، احمد عيد، خالد الغندور، واوستن اوموتو. بدلاء صبحي سليمان، كيفين كيزيتو، محمد صالح، كريم الديب، اسلام عبد النعيم، محمد فارس، ابراهيم حسن، سعيدو سيمبوريه، وكريستوفر مابولولو. بيلعبوا بنفس طريقه واسلوب لعب النادي الاهلي 4-2-3-1. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، كابتن علاء 4-2-3-1، ونفس التشكيل اللي بدا بيه النادي الاهلي. بس خلينا نروح لزميلنا كريم احمد ملعب مباراه ونرجع لحضرتك مره ثانيه. بجد التحيه ليك من جديد ده كابتن ايمن شوقي وكل طبعا كباتننا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي. يعني اجواء رائعه ومميزه جدا هنا في استاد الاهلي، جمهور النادي الاهلي الحقيقه يعني البصمه الكبيره، وزي ما اكدنا وقلنا ان شاء الله يكون رجل المباراه النهارده كالعاده، ويكون سر الفوز بالدعم الكبير والاصرار والهتاف الحقيقه اللي من اول لحظه. يعني نصل الى 2000 مشجع حتى هذه اللحظه، لكن دورهم كبير جدا الحقيقه كابتن ايمن. كل اللعيبه يمكن نالت هتاف كبير، كولر، الشناوي، كل اللعيبه يمكن راحت حيه جمهور النادي الاهلي. الكل يمكن الحقيقه استعد بشكل كبير جدا، ينقصنا التوفيق، توليفه، التشكيل، كل الامور طبعا اللي مستر كولر قدر ان هو يوظف لعيبه النادي الاهلي ويختار هذا التشكيل ان شاء الله يكون موفق. الاداره الفنيه كمان مهمه جدا، ويمكن كنا اتكلمنا على القرار ان شاء الله باذن الله، القرار مهم لعيبه النادي الاهلي حتى وانت في اقصى درجات بذل الجهد. فان شاء الله باذن الله الاجواء والظروف المحيطه والجمهور والاستعداد الخاص لفريق النادي الاهلي يكون مساعد لفريق النادي الاهلي في الحصول على 3 نقاط كالعاده، يكونوا مهمين في شهر مليء بالمباريات الصعبه جدا. لكن كالعاده ناخدها خطوه خطوه ان شاء الله كابتن ايمن، وايضا كمان طاقم الفني الكابتن البنا يا رب يكون مركز بشكل كبير جدا في كل القرارات، حكام الفار، نادي الاهلي بيطالب بحقه فقط لا غير. ان شاء الله باذن الله متفائلين، وثقتنا كبيره جدا في لعيبتنا والجهاز الفني نتخطى هذه المباراه باذن الله بالشخصيه الكبيره وروح الفانيلا الحمراء. كابتن ايمن النهارده كريم بقول لك اخبار الجماهير، اخبار الجماهير ايه؟ انا سامع صوتهم بس عايزين الجمهور يشوف. حاجه رائعه كابتن ايمن، يعني طيب. حاجه رائعه جدا طبعا كالعادة. يعني يمكن باكد لك وبقول لك على الدور الكبير اللي بيقوم بجمهور النادي الاهلي. الوعي يا كابتن ايمن، لما بنشوف الهتاف امتى تشد اللعيب، امتى تتغنى باسم النادي الاهلي، الفترات بيوزعوها ازاي، كل الامور دي في جمهور النادي الاهلي بس، واللعيبه بيوصل لها هذا الامر. يعني بنشوف الهتاف للعيبه قبل المباراه بيخلي اللعيب في قمه الحماس، بيطلع كل اللي عنده. هو ده الدور الكبير جدا اللي منتظرينه من جمهور النادي الاهلي، دورهم مهم في كل المباريات، لكن الشهر ده مليء بمباريات كبيره وقويه جدا، فمحتاجين دور الجمهور بشكل كبير. التحضيرات الفنيه موجوده، الاستعداد النفسي موجود، لكن التوفيق وجمهور النادي الاهلي ده اللي بنراهن عليه ان شاء الله باذن الله. ربنا يكون مع فريق النادي الاهلي ومع جمهورنا ان شاء الله باذن الله في هتافه 90 دقيقه يا رب ان شاء الله. كل المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي يا كابتن. رب ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا يا كريم، شكرا الف شكر. بمناسبه مباريات النادي الاهلي، دي المباراه رقم 61 السنه دي للنادي الاهلي في جميع البطولات. النادي الاهلي هينهي السنه في 4 مباريات كمان، يبقى النادي الاهلي هيبقى لاعب 65 مباراه السنه دي. جمهور حاجه عظيمه، جمهور اتكلم على جمهور النادي الاهلي، مش عايز اقول لك بقى تدي له حق، انت لو اتكلمت عادي على جمهور النادي الاهلي وقعدت تزيد وتعيد وتزيد وتعيد مش هتدي له حق. فجمهور النادي الاهلي هيفضل طول عمره هو الكبير بتاع النادي الاهلي، هو صاحب الانجازات العظيمه اللي بيحققها النادي الاهلي. تحيه لجمهور النادي الاهلي العظيم. كابتن علاء، زي ما قلنا نفس التشكيل اللي بدا بيه ماتش المحله وبيلعب بنفس الطريقه زي ما حضرتك قلت قبل كده، ما بيغيرش مستر كولر، ما بيغيرش. 4-2-3-1 البدايه هتكون زي ماتش المحله،
بدايه الماتش. طبيعي مش هي طبيعي كولر مش هيغير ايمن، لان لو بصيت للعناصر بتاع التشكيل كده يعني ما فيش حد ممكن يبقى يدخل على الفرقه دي، لان كله ادى كويس. حتى اللي كان ليه وجهه نظر ولعبه عشان حاجه معينه زي ما كنا اتفقنا في الاستوديو هنا على بيرسي تاو، وبيرسي تاو ادى المطلوب واحرز هدف وادى بشكل الى حد كبير معقول. فطبيعي ان كولر هيبدا بنفس التشكيل. وكمان حتى النهارده يعني اللي انت قلته كمان في البدلاء ايمن، في النهارده محمود متولي وحمدي فتحي موجودين. أيوة. ودي طبعا اكيد حاجه كويسه جدا، خصوصا محمود متولي، ان هو محمود متولي من العناصر الاساسيه اللي بيعتمد عليها كولر. مزبوط. ومقتنع بيه جدا جدا في المكان ده جنب محمد عبد المنعم او جنب ياسر ابراهيم، واحد من الاثنين، لان هو مقتنع بامكانيات محمود متولي، او مش يعني بيحب يبقى موجود في طريقه لعبه. محمود متولي لعيب من لعيبه الكوره بيعرف يستلم كوره، بيبدا هجمه وكده، ولاعيب مميز جدا. لكن الطبيعي هيبدا بنفس التشكيل. ال- 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 الاداء المحله المباراه السابقه طمع في المباراه فلعبك مفتوح. يعني هو بسرعه بس ايام كده اللي خلى المحله طمع في المباراه ترتيبه مش اكتر من كده، لان المحله وترتيبه زي السنين اللي فاتت استحاله كان هيلعبك كده ابدا. كان هيلعب متحفظ جدا وقافل كويس قوي وبيلعب على نقطه في المباراه، لكن ترتيبه هو الراجل حسبها زي بيقول لك ايه يعني زي قمار بمعنى اصح، يعني مغامره يعني. كسب هيعلى قوي 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 هو المحله، خسر مش هيحصل حاجه، لان انا لسه في المربع الذهبي وكسب كمان هو امبارح فمش مشكله. فهي كانت حسبه كده النادي الاهلي، ودي ميزه او لعيبه النادي الاهلي استغلوها صح. استغلت المساحات قدر يكسب واحد واثنين، وكان مكسب تكسب ثلاثه واربعه زي ما انت عايز. عشان كده بقول لك هو انت الفريق، انت الفريق يعني الفريق بيلعب حسابك انت، والمدرب لو ما عملش حساب كويس لفريق النادي الاهلي هتلاقي ال 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 الدفع جامد. لانك لازم تعرف عايز ايه من المباراه. النهارده الاتحاد مش هيلعب فاتح ملعب، سيبك من الطريقه ان هي 4 2 3 1 زي النادي الاهلي، لا، لكن هتلاقي في الناحيه الدفاعيه هتلاقي اوستون بس وموتو، هتلاقي كله تحت الكوره وقافلين المساحات. هو زوران فعلا بيلعب بنفس الاسلوب ده، يعني انا بقول لك ده اللي هيلعب بيه النهارده. وهو زوران متحفظ شويه، مش عايز يخسر نقاط تاني، فهيلعب على النقاط القوه بتاعته هو. هيحاول طبعا يقفل الاجنبي النهارده، اذا كان علي معلول واكرم توفيق، وجود احمد عبد القادر، كريم فؤاد، ووجود بيرسي تاو. وبيرسي تاو زي ما بقول لك اللي بيحل كل الالغاز الهجوميه اللي عندك هو تحرك رقم 10. مدى تحرك رقم 10 في الثلث الاخير هو ده اللي بيحل كل الالغاز دي، لان مش هطلب من علي معلوم مثلا يحل لي لغز اللعب المقفول وهو بيلعب على الطرف. نفس الكلام عند اكرم، نفس الكلام عند عمرو السولاي وديانج، الكلام ده كلها عامل مساعده. الى اللي تيجي عند ال 30 او 35 يارده الاخيره محتاج اللعيب صاحب اللمسه الاخيره اللي يقدر يحل كل الالغاز دي اللي يخلص. دايما بنتكلم، وكابتن اسامه بيتكلم على وجود محمد مجدي في الحته دي. هو الراجل مقتنع ببرونو سافيو في الحته دي. صح. برونو سافيو لازم يبذل مجهود اكتر من كده بكتير قوي عشان يبقى مقنع في المكان ده. اول لعيب مهاري كل حاجه، لكن لازم مجهوده اكتر من كده شويه. لازم هو يبقى في الثلث الاخير ده مش عيب ان يبقى هو صاحب الكوره، صاحب اللمسه الاخيره، صاحب الفكر نفسه. مش هطلب من ديانج وعمرو السولية، بالعكس لما بيعملوا كده هم بتبقى حاجه من عندهم، لكن هو لازم يبقى موجود بيفك كل الالغاز دي. احمد عبد القادر كانت بدايه كويسه جدا، كريم فؤاد نفس الكلام، بيرسي تاو النهارده اعتقد الهدف اللي احرزه المباراه السابقه هو مش في مستواه، لكن احرز هدف. وزي ما بقول لك انت وعادل وبلال دايما كنت حته الفيرود عايز هدف. الفيرود مهما عمل في المباراه من غير هدف ما مش هيبقى مبسوط او ما يحسش انه عمل حاجه، لكن العكس صحيح. عشان كده النهارده المباراه هتبقى عكس المحله. ارجو ان دايما حاجتين مهمين جدا، حركه من غير كوره كتير قوي، وعدم الاخطاء السهله اللي بتدي كوره فريق الاتحاد. طيب قبل ما نروح للكابتن اسامه، طبعا دي مباريات مؤجله من الاسبوع الثالث والاسبوع الرابع، وكانت نتائج مباريات امس غزل المحله 2 والداخليه 1، سموحه والمقاولين العرب 0-0، طلائع الجيش والمصري البورسعيدي طلائع الجيش فاز 3-1، الزمالك وبيراميدز الزمالك فاز 1-0، سيراميكا كليوباترا النهارده وحرس الحدود سيراميكا كسب 2-1. طيب كابتن اسامه، رؤيتك لتشكيل فرقتين، والبدايه هتكون ازاي من نادي الاهلي؟ ما فيش مشكله، هو نفس البدايه، احنا متفقين نادي الاتحاد. ماشي، انت عايز نتكلم على الاتحاد الاول؟ لا نتكلم على البدايه من الفرقتين. ماشي، النادي الاهلي ده التشكيل المنطقي الاول. تشكيل منطقي لانه كسب الماتش اللي فات. ممكن لو في ظروف تانية اقول لك لا، ممكن يبقى في تغيير يعني في تغيير او وجهه نظر او كذا، بالذات فيما يخص مكان مجدي قفشه يعني. صحيح.
النادي الاهلي كسب هذا التشكيل واثنين، ومع المحله اللي هي كانت ماشيه ثلاث مكاسب، فحافظ على نفس التشكيل والاداء كان كويس، فمنطقي جدا. وهو الراجل بيلعب بضغط شديد من 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 قدام، وبيحاول يغلط الفرقه اللي قدام، وبيحاول يلعب تمريرات اماميه كتير، ما بناخدش وقت في التحضير كتير قوي زي مدربين اخرين اشتغلوا في السنوات الاخيره، لكن هو بيحب لعب يبقى سريع كتير لقدام يعني. فده منطقي تشكيل النادي الاهلي. هو المشكله عند الاتحاد انه لما كسبوا اول ثلاث مباريات طموحهم زاد قوي، سواء جماهيرهم سواء ادارتهم سواء نفس المدير الفني سواء اللعيبه، وكان الكلام انه الاتحاد ممكن ينافس والاتحاد. فاخر ماتشين امام المحله وامام فيوتشر فوجئ بهزيمتين بعدته كتير عن الطموح اللي هو كان راسم ليه. فالمواضيع بقت متلخبطه عنده. عارف هو لو مستمر على المكسب زي المحله وهو بيواجه الاهلي كنت ممكن اقول لك ده هيجازف ومش فارقه معاه، هيبقى اول ماتش، حتى لو خسر هيبقى اول ماتش خسره، هيبقى منطلق قوي، ما عندوش تخوف من حاجه. لكن انا اعتقد ان الهزيمتين اللي ورا بعض، واحنا عارفين في الكوره ايمن تملي بنقول ايه، المكسب بيجيب مكسب، والهزايم بتخليك قلقان كمدير فني ولاعيبه، بتبقى قلقان على الخساره كمان او بتبقى متحفظ شويه. فانا اتصور ان الاتحاد بعد الهزيمتين اللي ورا بعض هيبقى، وكمان بيلعب النادي الاهلي، مش هيبقى مش هيجازف قوي. هو هيعتمد على اوستن اوموتو اللي هو معروف بقوته البدنيه والالتحامات، ولذلك يبقى لازم تركيز من محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، لانه هو يعني من المهاجمين اللي بيعتمد على كتير من القوه يعني. في مهاجمين بيلعبوا لعب ما فيهوش احتكاكات بدنيه قويه قوي، بيحاول يبعد عنك كتير وبتاع، لكن اموته ممكن انت تبقى معاك الكره يجري وكتف في كتف جامد، ويعني بيلعب بقوه جامده يعني. فلازم ناخد بالنا منه. ثانيا عنده احمد عادل ميسي واحمد عيد وخالد الغندور، الثلاثه اللي بيلعبوا تحتيه لعيبه مهاريين وكل حاجه، لكن اعتقد انه هيبقى ليهم ادوار دفاعيه مع مروان عطيه ومحمود عبد العزيز اللي هم يحاولوا يامنوا، ومش هيبقى ليهم ادوار هجوميه كتير قوي. عندهم هشام صلاح وصبر رحيل في الاطراف بيعملوا لهم شغل هجومي كويس لما كانوا كسبانين، ولما كانوا زي ما قلت لك في نشوه الثلاث انتصارات الاولى، ونشوه ان هم ممكن يبقوا في المربع الذهبي او يلعبوا على المراكز الاولانيه. فانا اعتقد ان النهارده بالذات هشام صلاح بيهاجم كتير، وايضا صبري بيحاول يهاجم كتير، اعتقد ان هيبقوا متحفزين شويه. صحيح. الا لو النادي الاهلي بغيتهم بهدف ممكن بقى غير يبتدي يغير سيناريو. لكن في البدايه بعد اخر هزيمتين اتصور انه هيبقى بيلعب في نص ملعبه وبيلعب على هجمات مرتده، ده متوقع من الاتحاد يعني. طيب كابتن عادل، بعد هزيمتين نادي الاتحاد الاخرانيين النهارده في تغييرات في الخط الامامي، أربع مراكز. محمود عبد العزيز بيلعب النهارده، بيبتدي احمد عادل، بيبتدي خالد الغندور، بيبتدي واستون اوموتو بيبتدي على حساب كريستوفر مابولول. هو بدا يلعب بطريقه متحفزه شويه لانه كان بيلعب 4-3-3 في ماتشاته، لما خسر ماتشاته بدا يتحفز شويه. الحاجه الثانيه المهمه، هو بيلعب النادي الاهلي، هو عارف النادي الاهلي فايق، وعارف النادي الاهلي بيعمل ضغط من قدام، فعاوز يلعب على الكور الطويله، وهتلاقي النهارده كل كوره طويله. تغييره محمود عبد العزيز لما لعب النهارده عنده حته الثبات في نص الملعب، وممكن زي خالد الغندور كمان عنده الحته الدفاعيه كويسه قوي. هو هيلعب كده؟ لا، هو بص يا كابتن، هو ما بيلعبهاش بثلاثه واحد، هو بيلعبها 4-1-4-1. يعني كتير قوي الفرق بتلعب النادي الاهلي كده. انت عارف كان في حاجه فكرت فيها كده اكتر من مره، ولما شفت مباراة من مباريات الدوري امبارح طلعت بحاجة غريبة كده، اللي هي ايه؟ ان النادي الاهلي عشان ياخد بطولة لازم يموت نفسه قوي، لان الفرق بتلعب النادي الاهلي مش زي الفرق الاخرى. يعني دي انا جات لي امبارح كده، يعني
النادي الاهلي لما بيجي يلعب اي فريق، الفريق بيبقى مستعد قوي وبيبقى قوي قوي وبيموت نفسه بعد قوي. بعدين كابتن عادل بس هنروح بسرعه لزميلتنا سالة حامد لمباراه النادي الاهلي وسموحه، ومتابعه سريعه لمباراه الاهلي وسموحه في دور الثمانيه لكاس مصر لكره السله. مساء الخير يا سالة. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن خليني يا كابتن ايمن زي ما حضرتك قلت يعني انقلكم بسرعه سريعا يعني الاجواء هنا طبعا بعد نهايه الشوط الاول من مباراه اليوم الاهلي وسموحه في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر لكره السله رجال. يمكن خليني اقول لك انه يعني نادي الاهلي من اول كوارتر وثاني كوارتر يعني بيأدي اداء متميز وقوي يعني من قبل لاعبي النادي الاهلي. يمكن اول كوارتر انتهى لصالح النادي الاهلي بنتيجه 24-14 وتاني كوارتر كان بنتيجه 44-27. ويمكن زي ما حضرتك طبعا شايف ورايا الاجواء لاعبي النادي الاهلي بيقوموا بعمليات الاحماء طبعا بعد يعني نهايه الكوارتر الثاني، وطبعا يعني بعد دقائق قليله هيبتدي الكوارتر الثالث من مباراه اليوم. كمان خليني اقول لك سريعا يعني الغيابات في مباراه الاهلي وسموحه يعني في قائمه النادي الاهلي. يمكن بيغيب النهارده عن مباراه اليوم ايهاب امين بسبب الاصابه في الكتف، وعمر عزب وعبد الله ناصر الشهير ببيدو بسبب الاصابه في الظهر، وكمان عمرو الجندي بسبب الايقاف من قبل الاتحاد المصري لكره السله، وهيغيب يعني عن مباراه اليوم وكمان اول مباراه ان شاء الله في بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. يمكن كمان خليني اقول لك ان مستر أوغستي بوش المدرب الاسباني لفريقه للنادي الاهلي يمكن يعني عوض غياب يعني الاربع غيابات دول بانه صعد اثنين من قطاع الناشئين وهم كريم حاتم ومحمد طارق خيري كبديل يعني للغيابات الموجوده في صفوف فريق النادي الاهلي. كمان يعني متواجد في الصاله عدد بسيط من جمهور النادي الاهلي لدعم ومؤازره الفريق اللي النهارده كمان يعني لاعبي النادي الاهلي الغيابات متواجدين كمان في المدرجات لدعم الفريق النهارده، وكمان يعني متواجد في مقصوره الصاله النهارده معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وايضا الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. الكل هنا متواجد عشان يدعم الفريق النهارده فريق النادي الاهلي امام سموحه في المباراه الصعبه دي، وهي مباراه الربع النهائي او الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر لكره السله الرجال. يمكن دي يا كابتن ايمن كانت كل الاجواء لحد دلوقتي من داخل صاله امير عبد الله الفيصل، والان نعود مره اخرى الاستوديو. كلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا يا سالة وكل التوفيق للنادي الاهلي النهارده بتحقيق الفوز. اتفضل يا كابتن عادل. سريعا كنت بقول ايه؟ كنت بتكلم على اسلوب لعب نادي الاتحاد النهارده. لا انا مش بتكلم على اسلوب لعب النادي الاهلي، الفرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيجي يعني فكرت فيها امبارح شفت ماتش من ماتشات الدوري ماتش سهل جدا، فبقول للعيبه النادي الاهلي خلي بالكم ان كنتوا كل الماتشات عليكم صعبه، حتى كمان مستنيين اي حد يكسب اي منافس، ما فيش الكلام ده، انت اللي لازم تكسب بس. على فكره دي كده دي المباراه رقم 61 للنادي الاهلي السنه دي. انا عارف علشان كده هنختم ب 65 مباراه. انا عشان كده انا عايز اقول لك ايه يا كابتن، عايز اقول لك ان انت لازم النادي الاهلي لعيبته لازم تكسب وتفصل وتفتح يعني المسافه تبقى بينك وبين الانديه الاخرى، لانك محدش هيوقع لك حد، محدش يعني الدوري في العالم كله انك انت فرقه تكسب وبعدين تخسر وبعدين تتعادل. لا انا بقول لهم انك انت كنادي اهلي الفرق لما بتيجي تلعبك هو اليوم العيد بتاعها، فعاوزين يوقعوك عاوزين يكسبوك وعاوزين. انا مش بتكلم ده حقهم، لكن انا بقول ان لما احيانا بتعمل استيميشن بتاع الدوري بتاعك كمدرب وتقول مثلا المنافس هيقع في الحته دي مع الفرقه دي، ما فيش الكلام ده خالص. صحيح. اما فرقه الاتحاد فالنهارده يتحفظ تحفظ كبير قوي وعلشان النتائج الاخيره بتاعته. والحاجه الثانيه المهمه هو خسارته النهارده ممكن يبقى في قلق على المدرب، علشان كده لازم يعني يعمل نتيجه كويسه. صحيح. كابتن بلال، السيناريو متوقع للشوط الاول من الفرقتين، وايه اللي يسهل الماموريه لعيبه النادي الاهلي؟ اللي سهل الماموريه لعيبه النادي الاهلي، خلينا ناخد من الحته الاخيره من السؤال، انه زي ما ابتدى المباراه اللي فاتت ابتدى ضغط من قدام، لعيبتك تضغط في كل مكان، النقلات او التحول بتاعك بعد ما تقطع الكره تحول سريع جدا جدا، فبالتالي بيوصلك للجول
باسرع طريقه، تمام، وفي اقصر وقت، وده المطلوب في بدايه المباراه، انك تضغط وتحط الفرقه قدامك عشان تبتدي تغلط الفرقه في المنطقه اللي قدام، تمام، عشان تبدا تخلق لنفسك فرص سريعه من بدايه اللقاء. الكباتن اتكلموا على فرقه الاتحاد وان ازاي الستايل بتاعها النهارده ممكن يكون في اللعب ايه، ممكن يتحفظ في بعض الاوقات، يلعب على هجمه مرتده سريعه، يعتمد على الثلاثه اللي قدام ويبقى بيدافع بحوالي ست لعيبه، بالاضافه ان هو ممكن يخلي كمان الطرفين يدافعوا في حاله ان هو يكون في المنطقه الدفاعيه بالنسبه له، النادي الاهلي بيهاجم او في نص ملعبه يعني. ولكن المفترض من النادي الاهلي عشان المباراه ما تروحش لبعيد، لان انت برضو عايز تسجل من بدايه الجيم، الجيم 90 دقيقه وكل حاجه، لكن انت بالنسبه لك او بالنسبه للفرق الكبيره دايما اللي بتسعى للفوز ان يسجل من البدايه، لان انت كل ما يتاخر الوقت كل ما الفرق اللي قدامك تاخد ثقه، كل ما تبتدي انت خطوطك تفتح بشكل اكبر، كل ما يبتدي الوينجات بتاعتك او الاثنين الباكين بتوعك يبتدي يزيدوا اكتر، فبتدي موجود مساحات للفرق اللي قدامك، فانت كون ان انت بتسجل من البدايه فانت بتعمل ربكه للفرق اللي قدامك، تمام، ربكه تكتيكيه، حتى المدير الفني كمان ببقى يا ترى هيكمل بنفس الطريقه التحفظيه ولا هيبتدي يفتح الجيم، فيبتدي يسهل لك الامور. النهارده يعني ممكن يكون احنا الماتش ده محتاجين لراس حربه راس حربه، ولكن برضو اتمنى ان الثلاثي الامامي يلعبوا بنفس الطريقه، يبتدوا يبقى فيه لا مركزيه، بيرسيتاو بيتحرك يمين، عبد القادر بيتحرك ناحيه الشمال، يبقى فيه لا مركزيه في اللعب عشان تقدر يبقى عندك مستخلق نفسك مساحات، فبالتالي تقدر انك تسجل اهداف. اعتمدنا يا جماعه بنعتمد على علي معلول اوقات كتيره جدا، هو لعيب عنده امكانيات وقدرات رائعه جدا جدا، واكرم توفيق كذلك، مطلوب من لاعبتنا التواجد في ال 18 بشكل مكثف، ممكن ما نكونش عندنا الامكانيات، يعني ما عندناش واحد بيلعب بدماغه يعني بيرتقي ويلعب وحد طول، لكن ممكن الكثافه العدديه تخليك ان الكره تروح لك في اي منطقه في منطقه الجزاء، في اي حته في منطقه الجزاء تبتدي تسجل من اهداف. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.